جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل السادة الحضور من جديد في كورس البلاند سيميوليشن يوزنج أوتوكاد بلاند 3D. إن شاء الله هنكمل الكورس النهاردة. أنا بس حابب أعرف من الشباب اللي عنده أي مشاكل في الكلام اللي إحنا قلناه المحاضرة اللي فاتت، يا ريت يقولوا لنا. إحنا المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الإكيوبمنتس وبدأنا نعمل فيزل وعملنا تانك وعملنا شوية حاجات كده. أتمنى من الحضور إن يكون الجماعة جربوها. طلب حد عنده أي أسئلة؟ اتعلمنا المحاضرة اللي فاتت ازاي نعمل تانك، عملنا تانك بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، وعملنا عرفنا خطواته كلها ازاي نعملها، وكمان عملنا بعدها فيرتيكال فيزل هوريزونتال فيزل، وتعلمنا ازاي نعمل الستيفنج رينج بتاعها، وازاي نعمل سدل، وازاي نعمل فاونديشن، واتفقنا ان اللوكيشن او اللوكيشن بتاعت الحكايه دي سهله خالص في الاخر، ان انا بعملها مره واحده في ما فيش، يعني الامور سهله ومش محتاج اعملها من دلوقتي. ان شاء الله النهارده هنبدا مع بعض، هنعمل اكيوبمنت جديده، هي برضو فيزل نفس الفيزل دي بس الطريقه مختلفه شويه، هي هتبقى فيرتيكال فيزل مش هوريزونتال. الفيرتيكال الاينمنت بتاعها او الارنجمنت بتاعها بتبقى مختلفه تماما عن الهوريزونتال فيزل. الهوريزونتال فيزل زي ما حضرتك شايف ان احنا بنحملها الهوريزونتال فيزل زي ما حضرتك شايف ان احنا بنحملها على حاجه اسمها السادل، اللي هي الرجلين بتاعتها دي هي اللي بتشيلها، فالسادل هي اللي بتشيل الفيزل في حاله الهوريزونتال. لكن في حاله الفيرتيكال بتبقى الامور مختلفه شويه، انا هتعلمها. الحاجه الثانيه اللي احنا لسه ما عملناهاش لحد الان، انه على سبيل المثال الحصر عند حضرتك على التانك ده النوزل ده على ارتفاع 3 متر، انا فاكر ان احنا عملنا نوزل على سبيل المثال، النوزل دي مثلا على ارتفاع 2 متر. طيب لو في نوزل على ارتفاع 5 متر وانا عايز اوصل لها، لازم يكون في وسيله معينه او طريقه معينه ان انا اوصل لكل نوزل او لكل بلف، لانه اي نوزل من دول بنركب عليها بلف، فلازم يكون في ميثود ان انا اوصل للبلف ده اثناء التشغيل، سواء هفتحه او هقفله او هحجم الفلو بيه، فلازم يكون في طريقه معينه ان انا اوصل بيها للكلام ده. زي ما اتعلمنا يا شباب، احنا دلوقتي عملنا شويه ستراكشر ستيل وعملنا فيزلين، فالجرافيكس هيبقى يبدا يتقل معاك. فاول حاجه اعملها اختار اي حاجه بسيطه خالص كده وقول له هايد ايزوليت، وقول له ايزوليت اوبجكت، بحيث انه ما يظهرش غير الحاجه البسيطه اللي حضرتك اخترتها. وحتى دي ممكن نعمل لها هايد كمان شويه، تيجي نعمل ايزوليت وقول له ايه هايد اوبجكت، خلاص يبقى انت كده الدنيا فاضيه معاك خالص اهي، وبالتالي هتلاقي الجهاز سريع جدا معاك بيتحرك بسهوله. هنيجي نتعلم هنعمل ايه؟ هنعمل كريت نيو اكيوبمنت، فنضغط على كريت اكيوبمنت، وهنيجي هنا على الفيزلز اقول له فيزل واقول له ايه فيرتيكال فيزل. زي ما اتعلمنا المرات اللي فاتت دي حاجه سيمبل خالص، هو حاطط توب ديش في الاول وتوب ديش في الاخر وستاندر في النص، دي حاجه عاديه خالص ممكن حضرتك تحذفهم زي ما حذفناهم المره اللي فاتت، لكن انا هكمل على الشغل اللي هو عامله المره دي وخلونا نشوف. انا عايز اعمل الدايمتر بتاعت الفيزل دي على سبيل المثال 2 متر ونص، فهي 2500، هتلاقي السلندر اتغيرت على طول، وهعمل الهايت بتاعها بتاعت الفيزل. طيب انا هبدا من الاول خالص، معلش يا شباب، بحيث انه لو اللي دخل معانا حد جديد ولا حاجه يبقى فاهم احنا بنعمل ايه. فهنعمل ريموف لكل الحاجات دي كلها واعمل كانسل خالص، وهاجي هنا هنتعلم ازاي نعمل كيوبمنت من اول وجديد. فهاجي اقول له كريت نيو كيوبمنت اللي هي موجوده قدام حضرتك دي، لو وقفت شويه عليها بتلاقي في كريت كيوبمنت، ولو ضغطت على F1 هيجيب لك الهيلب اللي يكفر لك ازاي تعمل كيوبمنت، وهتلاقي فيها الخطوات كامله وما تقلقش من اي حاجه. الهيلب بتاع الاوتوديسك قوي جدا في المجال ده، وعندك على فكره هيلب اسمه جيتنج ستارتد هيبدا معاك ازاي تعمل من الاول خالص، وبيدخلك حتى على فيديوهات تعليميه تبع شركه اوتوديسك تقدر تتعلم منها كل الحاجات دي كلها، وانت تبدا هنا تقدر تتعلم اسمها ايه الانترفيس او البروجكتس او البي ان اي دي درون وهكذا. طيب هنعمل كريت نيو اكيوبمنت دلوقتي، وهاجي زي ما قلت لحضرتك انا عايز اعمل فيزل، انا اختار فيزل واختار فيرتيكال فيزل، ده الديفولت ارينجمنت بتاعها اللي هو توب ديش وبعدين سلندر في النص وبعدين اند ديش. خلينا نحذف كل الكلام ده ونبدا من الصفر. اول حاجه احنا زي ما اتفقنا يا شباب بنبدا من فوق لتحت، بقول له اد شيب، وحتى لو بدا ده غلط مفيش اي مشكله، هنختار الهيد بتاعنا اللي هي نص هيد دي، وهختار الدايمتر بتاعها، فانا قلت لحضرتك انا عامله 2 متر ونص 500، والاس اف اللي هو المسافه ده اللي هي المسافه بتاعت الستارت بتاعك من اول لحام، اللي هو في عمليه الفورمنج بتاعت الدش دي نفسها بتتعمل بالفورمنج اللي هو بيحطها على مكبس ويكبسها، فبيبقى عنده فيه شفه زياده كده،
فعلى حسب التصميم بتاعك انت بتحط الشيف قد ايه. فانا عاملها صفر المره دي، والثيكنس بتاع البليد بتاعك 25.4، انا عامل 20 بس، واقول له اوكي. الحاجه الثانيه هقول له هات شيب، والمرحله الثانيه هضيف له سلندر عشان اعمل شكل الفيزل بتاعتنا. الدايمتر هو هيلوت اوتوماتيك من اللي قبلها لانه هو شكل واحد ورابط على بعضه، والهيد وهتلاقي عامل لك علامه دي اللي هو ان هو جايب الدايمتر من الاوبشن اللي قبليه. الهايت بتاعها خلينا نعملها حاجه كبيره كده، نعملها مثلا ايه 6 متر 6000 او حتى 6000، حلوه 6000. وهنيجي على الاخر واقول له برضو اند ديش الاي دي، وهتبقى برضو نفس المواصفات بتاعت الاولانيه اللي عندنا، هي برضو 20. وانا برضو ما بحبش احط الاستيب ده عشان لما تيجي تعمل الدايمنشن بتاعك دايما بيحسب من بعده، وهقول له صفر. طيب انا قلت لحضرتك المره اللي فاتت انه من اسهل الحاجات ان انت تتعامل مع الاكيبمنت ان انت تعمله كريت وبعدين تبدا تعمل موديفاي فيه عشان تتخيل المنظر بتاعك رايح فين. ما ننساش نعمل التاج قبل ما نمشي، فالتاج ده فيزل، انا بحب اعملها فيزل من اتفقنا المره اللي فاتت، خليها كابيتال بي هو في اهي. واوتو نمبرنج ممكن اضغط عليها، احنا عملنا فيزل قبل كده، لو حطيت حضرتك هتلاقي فيه اكزيستنج فيزلز، لو ضغطت عليها هتلاقي جايب لك الفيزلز اللي موجوده في المشروع اوريدي. ففي فيزل اللي هي فيزل 001 دي، فانا هعمل اوتو نمبر عشان يجيب لي فيزل 002 واقول له صح. واحنا اتفقنا انه من هنا ورايح كل حاجه عندنا لها اسم ولها مسمى ولازم نعملها باسم. طيب يبقى احنا كده عملنا الفيزل بتاعتنا بالمنظر ده، وهقول له كريت عشان اشوف شكلها ايه. هو هنا بيقول لي الانسرشن بوينت بتاعتك، طبعا هعمل زوم كبير جدا، اهي الفيزل اهي، وهحطها في اي نقطه، وده الاورينتيشن بتاعها، عايز تعملها على زاويه صفر وعلى زاويه اي حاجه. فانت ممكن تكتب صفر بالكيبورد وتقول هيقوم حاططك الاورينتيشن بتاعها على صفر. صفر هتلاقيه فيسنج الاكس اكسس او النورس، لو حضرتك شايف اهوت هتلاقيه النورس الاستيرن. فدي النوزل بتاعتنا او دي الفيزل بتاعتنا. طبعا الفيزل دي حاجه سيمبل خالص، لسه ما عملهاش اي حاجه. فتعالوا نبدا نشوف هنحمل الفيزل ده على الارض ازاي، يعني ما بتقفش على الارض بنفسها. فهنيجي عليها نعمل رايت كليك ونقول له موديفاي اكيبمنت، ونبدا نعمل لها ايه؟ هنيجي على الهيد التحتانيه دي اللي هي اللي تحت، وتقول له اترم. على فكره انت لو عملتها بالغلط، يعني مثلا انا سي حطيت الدش دي الاول، حطيت الدش دي الاول وبعدين السلندر، عاد خلاص اختار اي حاجه وحركها، تقدر تحركها فوق وتحت. وطبعا انا عملتها كريت، فاحنا خلاص عدينا المرحله دي. لكن وانت بتعمل الفيزل نفسها، لو حطيت واحد قبل الثاني عندك الاسهم ممكن تحركه فوق وتحت عادي خالص. فهنيجي على الدش التحتانيه اللي خالص وهقول له اترم، هتلاقي في حاجه موجوده عندنا اسمها سكيرت، سكيرت اللي هي الجيبه او الحاجه اللي هنشيل عليها. السكيرت لها مواصفات كتيره جدا، بمجرد ما هتختار السكيرت ان انت ضفت الشيب ده، هيجي هنا عندك ايه الانواع بتاعتها. ففي سيمبل، في سيمبل وسبيس رينج اللي هو فيها فلانجه من تحت كده، في ويز جاسك ويز باسيت اللي هو الفلاش رينج، الفلانج رينج موجوده بس بيبقى لها استثمارات كده بتشيلها من الجنب كمان، وفي وستوب بليد كمان، يعني الجاسد دي ليها بليد قافلها من فوق، وده طبعا مش ابليكابل مع الانكور بولتس. وفي ويز توب، وعلى فكره لا الجاسد ده يا ربي اللي هو التوب بليد ده بيبقى مخروم برضه على الانكور بولت عادي خالص. وفي توب ويز توب بليد رينج، يعني زي ما حضرتك شايفه كده بيبقى في فلانجه فوق وفلانجه تحت، وفي استثمارات في النص، والانكور بولت بيطلع من الارض يخش في الاثنين فلانجز ده بالمسافه اللي ما بينهم ويتربط. فانا هختار الخيار الاخير ده لانه امتن نوع من انواع الفلانجات، ولانه هو اللي فيه كومبليكيشن شويه في الدايمنشننج، فهنعمله صح. طيب عندنا حاجه بيقول لك ايه الجاسد، الجاسد سيت كاونت اللي هو عدد الاستثمارات اللي حضرتك عاملها، هو عاملهم هنا 8 باي ديفولت، احنا ممكن نعملهم 4 او 8، فالدايمتر بتاعنا كبير فهنعملهم 8. الاي اللي هي زاويه البدايه بتاعتك اللي هي هتبدا منين، الاي شايف حضرتك الاي انت الاورينتيشن بتاعك هيبدا منين، خلي بالك في عندنا اي وفي اي 1. الاي انت الاورينتيشن بتاعك هيبدا منين، فانا هعملها من صفر. والاي 1 اللي هي الفتحه اللي هيبقى قصادها المان هول، افتكر الدرجه دي لان هي تهمنا خالص. انت مثلا الفتحه اللي تحت دي اللي بيطلع منها الدرين بتاع الخط، خلينا نقول 90 درجه، وهوريها لك دلوقتي يعني ايه درين بتاع الخط. دي السكيرت دي مقفوله من تحت، وانت عندك نوزل من تحت بترمي بتدرن الفيزل دي، فالفيزل دي هتطلع منين او النوزل دي هتطلع منين، بنعمل لها فتحه من الجنب كده ونعمل لها اكستنشن ونطلعها، هوريها لك كمان شويه. ده الدايمتر بتاعها اللي هو الدايمتر دي 2، هو نفسه الدايمتر مقفول اهي، بياخد الدايمتر بتاع السكيرت اللي هو حرف الدي نفسه. الدي 2 اللي هو اللي تحت، لو حضرتك عايز تعمل سلوب كده في البتاع في السكيرت نفسها، فانا هسيبها 2500 برضه، هتديك شيب عامل جدا. ده بنوسعها لما يكون عندك الحمل بتاع النوزل كبير، فانت بتوسعها عشان تاخد اريا اوسع من الفاونديشن.
الدي 2 هنا 3000، ف ايه الدي 2؟ الدي 2 اللي هي دي فانا عملتها 2500، 2500. والدي 3 فين الدي 3؟ اللي هو الاوتر بعد الفلانج، الفلانج اللي انا عايزها مثلا 10 سم من جهه و10 سم من جهه دي، يعني 100 و100 200، فهي 2500 تبقى 2700. 10 سم كويسه جدا، والانكر بولدس احنا ممكن نعملها اكتر من كده شويه، نعملها 15 15 تبقى 2800. عملناها 2800 اهو. الهايت بتاع السكيرت نفسها، الهايت بتاع السكيرت نفسها عايزه حضرتك قد ايه؟ ده طبعا بيبقى في التصميم بتاعنا لها تفاصيل كتير جدا، بس ما علينا، هنعملها دلوقتي مثلا سي، هسيب الديفولت بتاعها اللي هي متر ونص، والاتش 1، الاتش 1 اللي هو ارتفاع الفتحه اللي انت هتطلع منها النزل قد ايه؟ هو عاملها 80 سم برضه سيبها، والاتش 2 اللي هو عرضها دي، الفتحه دي يعملها لك دايره ولا يعملها لك شكل مستطيل؟ لو سبتها صفر هيعمل الفتحه اللي بتطلع منها النزل اللي تحت دي دايره، ولو حطيت دايمنشن في اتش 2 هيعملها لك ايه؟ شكل بيضاوي اللي هو احنا ده. فانا مثلا هعمله مثلا ايه كمان 10 سم يعني 100. والاتش 3، الاتش 3 اللي هو ارتفاع الاستيفنر بليد بتاعك اللي هو جايب منين؟ من الفلانجر الاولانيه للفلانجر الثانيه. ده مثلا بنعمله حوالي 100، هو عامل هنا 20 سم كتير جدا، فنعمله 110 سم او خليه حتى 150 يعني 15 سم. والسكنس بتاعنا 20 هسيبه، والسكنس الثاني 20 اللي هو الاستثمارات بتاعتها او الرينج بليد 20 مللي و20 مللي، والتي 2 اللي هو الرينج بليد اللي فوق برضه 20 مللي، انا وحدت السكنس كلها على 20 مللي. الدبليو اللي هي عرض المكان اللي هتخرج منه، فعلى حسب الدرين نوزل اصلا احنا بنحدد العرض ده قد ايه، يعني مثلا لو هطلع بخط 3 بوصه غير ما اطلع بخط 6 بوصه اكيد الفتحه دي هتضيق وتوصل، فما فيش اي مشكله لما نيجي نعمل النوزل دي دلوقتي هنشوف هنعملها قد ايه. فانا هعمل العرض بتاعها 80 سم، دي كتير جدا، انا هعملها بس 50 سم 500. ال W1 اللي هي المسافه ما بين الاستفنر ده والاستفنر ده اللي هو الخلص اللي انت عايز تحطه عشان الانكر بولت اللي هيخش في النص. فال W دي انا هحطها كام؟ 15 سم، هقوله 15 سم. زي ما اتعلمنا قول له ابلاي الاول وبعدين روح اتفرج وشوف الدنيا ماشيه معاك ولا لا. تعمل ريفيو. زي ما حضرتك شايف كده السكيرت اتعملت اهي. كده السكيرت اتعملت والفتحه بتاعتها معموله، لكن ما استجابش للفلانجه اللي تحت ولا حط لها اي حاجه. تعالى نعمل رايت كليك ونقول له ايديت او موديفاي اكيبمنت ونشوف ايه اللي حصل. السكيرت اهو احنا حددناها ويز فلانج، ويز فلانج، والاي كانت بزيرو، الاي كانت بزيرو فمش مشكله، والجاست كاونت مظبوط. امال ليه ما عملهاش فلانجه؟ تعالى نقول له ابلاي تاني. طيب هنختار سيمبل بس ونرجع لها تاني. وستوب بليد نقول له ابلاي. ابلاي عملها برضه ما عملهاش. طيب خلينا نرجع دايمنشن سوا كده. المفروض العرض بتاعنا اهم حاجه عندنا دي واحد بكام؟ الدي 1، ارجع تاني للي هي جاست الدي 1 2500، الدي 1 2500 كده مش عارف يعمل جاست، فده غلط. دي ما تقلش عن 2800 اللي هو الدي 1 الخارجي، والدي 2 هو اللي انا عايزه 2500 كده هتظهر معاك، والدي 3، الدي 3 اللي هو مين؟ اللي هو الاوتر. امال الدي 2 كان ايه؟ الدي 2 اللي هو فين الدي 1؟ الدي 1 2800 صح كده، 2800 2800 الابلاي، وقول له اوكي وتعالى نروح نشوف. ايه ظهرت عندنا اهي؟ يبقى ده الرينج ظهرت عندنا اهي، وده اماكن الانكر بولتس. الانكر بولت بيبقى طالع من الفاونديشن وبيخش في الفلانج دي، وزي ما حضرتك شايف كده انت عملت الفلانجتين. عشان اسهل على حضرتك الامور ممكن ببساطه خالص، انت فاكر حضرتك القعده دي احنا كنا عاملين الاوتر دايمتر بتاع 2800، فتعالى بس اعمل سي عشان نعمل سيركل، ونختار سيركل وهنحط نقطه الاصل، وعايزين الدايمتر بتاعها كام؟ يكون اكتر من 2800 يعني 3 متر. هنعمل الدايمتر بتاع 1500، وهنعمل له بالموديلنج اكسترود واختارها وتحرك رايت كليك انتر، واختار مثلا نحط لها سمك القعده بتاعتنا سي مثلا 1000 يعني متر. يبقى احنا عملنا القعده بتاعتنا اهي، وهتيجي على السناب هنا لو سمحت اقفل كله ما عدا السنتر، وبعدين حرك الفيزل بتاعتك. هتلاقي برضه الموف بوينت، انا مش عايز الموف بوينت، الاسهل لي هنا ان انا احرك القعده، تعالى نحرك القعده تحت ده، او هنعمل موف وانا هعمل سبيسيفاي. شايف النقطه؟ اختار بس اول فلانجه هتظهر لك النقطه الخضراء دي، بمجرد ما تظهر النقطه الخضراء اعمل سيلكت وانت ما تقلقش، وبرده اول ما تظهر خضراء هحطها. يبقى انا حطيت كده الفيزل على الفاونديشن وبقيت بالمنظر ده. لو سمحت تعالى نختار الفيزل نفسها ونحدد الوركينج لاير بتاعتنا. انا من شويه عملت لاير وسميتها اكيوبمنت،
فانا احطها في اللاير اللي انا سميتها كيوبلت عشان نشوف تاخد لون مختلف شويه. اهي لاير اسمها كيوبلت فتاخد لون مختلف شويه، انا مش شايفها. شايف هو الجس الفيزل، هو عارف من نفسه انه ده هيل فيزل وانه السكيرت نفسها هي سبورتنج سيستم، فبيعتبرها سبورت وما بيلتزمش بلون اللاير ده، بيلتزم بلون اللي هو ايه اللاير زيرو. يبقى انا كده عملت الفيزل اهي، عملت فيرتيكال فيزل، عملت لها السكيرت بتاعتها وعملت لها الارنجمنت بتاعتها، وانا كده ايه عملت لها الفونديشن وده السكيرت تفاصيلها. طيب نيجي نعمل حاجه ثانيه، لازم نعمل حاجه ثانيه كمان. اول حاجه ان المفروض التوب ديش دي يبقى لها اكسسبيلتي. تعالوا الاول نعدل النزل اللي تحت الاول، لان دي اكثر حاجه هتاخد مننا شغل. وزي ما قلت لحضرتك افتكر ان احنا كنا عاملين الفتحه دي اللي هي في الجنب ده على زاويه 90 درجه. تعالوا نعدل النزل اللي تحت زي ما اتعلمنا، بتضغط كنترول هتظهر لك وتختار النزل، هيظهر لك القلم الرصاص، هتضغط عليه دبل كليك. شايف اول مره هنعمل الحته دي هنعمل حاجه اسمها بنت نزل اللي هي نزل معوج، والبنت نزل هتلاقي فيها دايمنشن زياده. لو حضرتك بصيت على اللوحه هو مستني منك ياخد حاجه اسمها ليل ودايمنشن ثانيه يعني هتزيد، وهوريها لك كمان. تعال اول حاجه هنقول بنت نزل وهنختار تشينج لوكيشن، هي في البوتوم وما عنديش اي مشكله فيها. البي ده اللي هو البرمنديكولر لا خلاص، وهنيجي على البنت نزل هي دي، وهتلاقي هنا ايه السايز بتاعك. انا عاملها مثلا نزل 4 بوصه والبريشر ريتنج بتاعك 300، ان شاء الله هنفهم يعني ايه الكلام ده كله النهارده. والاند تايب بتاعك هي فلانجت ولا بيفل اند؟ فلانجت، هي فلانجت. وهنبدا بقى نختار نوع النزل بتاعك. احنا هنختارها 4 بوصه نزل فلانجت 4 بوصه اهي. خلونا نختار دي وهوريك ايه اللي بيحصل. هيطلب منك ان انت ترسم خطين للي هو النزل بتاعك، هتنزل تحت قد ايه وهتنزل كده قد ايه. فانا هعمل سبيسيفاي في الاتجاه دوت واكتب كام، هكتب مثلا سي 200 مللي واقول انتر، وهعمل سبيسيفاي للجهه الثانيه ده اللي هي الجهه بتاعت الفيزر الجهه الثانيه، وهكتب برضه كام، دي كانت 2 متر ونص اعملها مثلا 1000 واقول له اوكي. تعمل اسكيب وتعالى نشوف النزل عملت ايه، ما اتعملتش للاسف. طيب كنترول واختار النزل تاني، اعمل دبل كليك على القلم الرصاص. انا عايز اعملها بنت نزل، المفروض بتظهر دايمنشن زياده. طيب ولد نيك، هي ولد نيك ريز دي فيس ماشي، والتشينج اوف لوكيشن ايوه بالظبط كده. شايف حضرتك مجرد ما قلت له بنت نزل هتختار بنت نزل، تختار نوع الفلانجه، وهتيجي في التشينج اوف لوكيشن هتلاقي جايب لك دايمنشن اثنين جداد، ال2 وال1. ال2 هننزل زي ما قلت لحضرتك من شويه، الباقي كلها مش معترض عليه، فهننزل على ال2. فين ال2؟ هنحط له كام؟ هنحط له مثلا سي 200 مللي بس البروجيكشن بتاعك، وال1 اللي هو هنحط له 1 متر، احنا اصلا الدايمتر بتاعنا 2 متر ونص، فانا لو عايزها تطلع من هنا يبقى اقل حاجه 1500، خلينا نعمل 1500 وهقول له تروح على تشينج لوكيشن تاني وتاكد عليه. وتقول له كويس. تعالى نروح نشوفها. هي اتعملت بس للاسف في حاجه غلط فعايزين نرجعها تاني. طيب هنيجي برضه على النزل، اضغط كنترول واختار النزل. كنترول واختار نزل واضغط على الرصاص، هو واخد زاويه البند بتاعها 45 درجه، عايزين نعدل 45. فهي بنت نزل و تشينج اوف لوكيشن 1500 ال1 وال2، هي في البوتوم، والار الار اللي هو الاوفست، الاي اللي هو الزاويه بتاعتك من هنا لهنا. طيب الاي الاي اللي هو الزاويه من هنا لهنا احنا حطينا بكام؟ بصفر، ما عندناش مشكله فيها. الان اللي هي الزاويه دي، الاي المفروض تبقى كام؟ من هنا لما لهنا، ده الاوفست بتاع اللي هو زاويه المين. التي اللي هو الاورينتيشن بتاع عايز تلفها. طيب ثانيه واحده كده نشوف هي محتاجه لف. عايزه تتلف. هي عايزه تتلف. عايزه تتلف. عايزه تتلف زاويه كبيره كمان. طيب كنترول واعمل سيلكت ليها وطبل كليك على الاوت. وعايزين نعمل الاورينتيشن بتاعها تبقى فين؟ تبقى عند زاويه كام؟ اللي هو الزاويه ده اللي هي زاويه كام؟ هو اريها دلوقتي كام؟ 45. 45
هو للاسف النزل دي من ارخم النزلات اللي ممكن تعملها، وانا افضل ان احنا نعملها قبل ما نعمل السكيرت. طيب تعالى نعمل موديفاي اكيوبمنت تاني ونشيل السكيرت خالص ونرجع نعملها تاني، مش مشكله. اشيل السكيرت واقول له ريموف واقول له اوكي، وتعالى نعمل النزل اللي تحت بس كده، هيبقى اسهل عليك كتير جدا، لانك المشكله كلها انك تتعامل مع النزل وانت مش شايف. دبل كليك وهنقول له هي بنت نزل، واقول له تشينج لوكيشن، وتعالى بقى نشوف الار الاوفست بتاعي. انا مش عايز اوفست، الاي اللي هي الزاويه بتاعتك من هنا لهنا. هي الزاويه كام؟ انا عايز الزاويه 90 درجه. لفاجئة تانية اوكي، او حتى خليها 180. شايف حضرتك البريفيو لفت، الاي ده الاورينتيشن، الان التي اللي هو ايه الروتيشن بتاعها عند الفات دي، والال 1 1500 والال 2 انا لقطه، انا اسف. شوفوا يا شباب، لما احنا قلنا له هنا بنت نزل قدامك خيارات كتير جدا. اولا هنا الزاويه 45 درجه، والراديوس بتاعك هو 6 و6 81 من جولتش. بالقصه دي كلها هي الزاويه بتاعتك كام؟ 45 درجه. انا مش عايزها 45 درجه، انا عايزها 90 درجه، وعايز الفلانج بتاعتها ريزد فيس. ادي 90 درجه وريزد فيس، اهي ظبطت اهي على طول 90 درجه وريزد فيس، والدايمنشن الباقيه كلها صحيحه، ما عندناش اي مشكله معاها، بالخلاف بس الروتيشن ده فين الروتيشن اللي هو على التي، ممكن نحطها مثلا 90 درجه. عايز بس اوري لحضرتك 90 درجه لفها الجهه الثانيه 180 180 لفها الجهه دي وهكذا. انا خلاص عملت النوزل اهي وما عنديش اي مشكله في الاعدادات بتاعتها. تعالى بقى نروح نعمل تاني السكيرت، اقول له ايد الثاني موديفاي اكيوبمنت، وهاجي على ده واقول له اد شيب. اد شيب هنيجي عند الهيد دي واقول له اترم. الترم هي السكيرت، والسكيرت هنخش على اخر واحده فيهم، واتوقع ان هي نفس الاعدادات اللي كنا عاملينها. لا والله غير. طيب عدد الجسدس 8، اللي هي 45 درجه، اللي هي 91 درجه، ما عندناش مشكله في الكلام ده كله، وهنشوفها في البريفيو نعدلها زي ما احنا عايزين. الدي 1 الدي 1 2800 اتفقنا عليها 2800، والدي 2 الدي 2 هي 2500، والدي 3 برضه 2800، دي 3 2800، والاتش 1500، الاتش 1500 اوكي، والاتش 1 كان عاملها 800، انا عملتها 500 انزاك، خلينا نعملها 500 نكملها. والاتش 2 الاتش 2 اللي هو الهايت ده احنا كنا عاملينه 100 سم 10 سم يعني. والاتش 3 الاتش 3 كنا عاملينه كام؟ كنا عاملينه 15 150 بس. والتي التيهات كلها اللي هي السكنس 20 مللي كويسه. والدبليو اللي هي عرض الوايد، احنا البايب اللي احنا اخترناه 4 بوصه، 4 بوصه 800 دي كتير جدا اصلا، هنعملها 500 بس. ونقول له اوكي ابلاي اوكي. تعالى نروح نشوف الدنيا ماشيه معايا ازاي. هذا الفتحه اهي، كل اللي محتاج اعمله فيها انا خلاص السكيرت ظهرت اهي والنزل ظهرت اهي وكل حاجه معموله. كل اللي محتاج اعمله ايه؟ ان انا اطول البروجيكشن ده، او ان انا ارفع الفتحه فوق. انا افضل ان انا اطول البروجيكشن ده، لان البروجيكشن ده قصير جدا. فهنطوله ازاي؟ هنرجع عند النزل نعملها سيلكت وتعمل كنترول وسيلكت تاني عشان القلم الرصاص يظهر لك. اضغط دبل كليك على القلم الرصاص عشان تعمل ايديت للنزل. كنترول سيلكت دبل كليك على القلم الرصاص، وهتيجي هنا على اللوكيشن، وهنيجي على ال 2 وهعملها 400 معايا، وهنيجي نوت 400 اهي اتعدلت وجت زي ما انا عايز بالظبط اهو، واقول له يبقى انا كده اتعلمت ازاي اعمل السكيرت، اتعلمت ازاي اعمل النزل اللي تحت اللي هي من ارخم الحاجات في البرنامج. ونصيحتي لحضرتك بس وانت بتعملها، بخلي بالك من الزاويه بتاعتك 45 ولا 90، تعرفها ازاي؟ من المواصفات بتاعت الفلانجه نفسها، ما بيديلكش لها زاويه، هو بيديك المواصفات بتاعت الفلانجه، لان هو يختار هنا البو 45 ولا 90. تعالى اوريها لك تاني، اللي هي هنا قال لك سيلكت النزل، شايف النزل والانجل بتاعتك، انت عندك هنا 45 على العزمي بي 16.5، علينا من الكلام ده هنشرحه كمان شويه. واربع بوصه دي فلات فيس، وهي انا اللي محتاجها ريزد فيس، ومحتاجها على زاويه 90 درجه، فانت انزل هنا على زاويه 90 درجه وعلى الريزد فيس اللي هي ده، وبتختار الفلانج بتاعتك، يبقى ريزد فيس بلس 300، وهي الزاويه بتاعتك 60 بوصه. وما تنساش ان انت مختار هنا السايز، ومختار هنا البريشر ريدنج، وتقول له كلوز. يبقى انت كده ايه عرفت الغلطات اللي احنا عملناها واستفدنا منها، انه البروجيكشن هنا كان فيه مشكله. والحاجه الثانيه ان انت دايما نعمل اللي تحت وبعدين نعمل السكيرت عشان تبقى شايف انت عملت ايه. طيب يبقى احنا كده عملنا نزل، عملنا السكيرت بتاعتها، حملناها اهي وعملنا نزل.
الحاجه الثانيه ان السقف ده بيبقى فيه نزلات. تعالى نتعلم، احنا اتعلمنا المحاضره اللي فاتت ازاي نضيف نزل بمنتهى البساطه، برضه هنضيف نزل على بلاتفورم. هنعمل هنا حاجه اسمها النزل، وهختار النمبر بتاعها، فانا هعملها ان 3، هعملها ان 5 حتى، واقول له كلوز. بمجرد ما اعمل كلوز هو اختار النزل، والمكان بتاعها انا مختاره راديال، لا والله انا عايزه في الطب، فمجرد ما اعملها في الطب هو طلع فوقه. والار اللي هو الاوفست بتاعها انا مش عايز اوفست، البروجيكشن بتاعها 308 سيبه 304 مش مشكله. الاي اللي هو الزاويه بتاعتك من الاكس بتاعك هي صفر، انت في السنتر فمش فارقه معاك في حاجه، والباقي كلها انا مش عايز في حاجه. هاجي نوع للتايب بتاعها، وهنتعلم حاجه ثانيه جديده المره دي، سيبها زي ما هي. هنقول له ستريت نوزل، وهختار السايز بتاعي من هنا خليها مثلا طيب 2 بوصه بس، والاند كونكشن بتاعتها هي فلانجد. يعني ايه فلانجد؟ يعني احط لها فلانج. يعني ايه بي ال؟ يعني بلين اند، اللي هي مفتوحه من الاخر، يعني جاهزه ان انا الحم فيها. اس دبليو اللي هي سوكت ويلدد، ان فيها سوكت بس هلحم فيها. التي اتش دي اف ده اللي هو ثريدد في ميل، والتي اتش دي ثريدد في ميل وثريدد ميل. ماشي يا باشمهندسين. ومجرد ما هتختار اي حاجه من دول هيقفل لك الكلاس او هيغيره لك على حسب النوع. يعني انا لو جيت هنا قلت له سوكت ويلد، السوكت ويلد برضه في الكلاس 3000 6000 9000. لو اخترت ثريدد هتلاقي برضه الكلاس اختلف معاك اللي هو 6000 و3000. لو جيت مثلا على الفلانج هتلاقي جاب لك الكلاسات بتاعت الفلانج كلها وهكذا. وانا هختارها ريزد فيس كالعاده، اس بي بي 16.5 وهقفل على كده. يبقى انا عملت النزل الاثنين بوصه اللي فوق اللي حضرتك شايفها دي، وعايز اعمل اللي فوق برضه اكسس بلاتفورم. ممكن دي يبقى عليها مثلا بريشر سيفتي فالف، ممكن يبقى عليها اي حاجه، فالمفروض عندي اكسس بلاتفورم اعمله فوق. اللي هيختلف بس في البلاتفورم اللي انا هوريه لحضرتك دلوقتي ان انا اعمله بلاتفورم صغير، مش هعمله مثلا سيركل كامله زي ما عملنا حوالين التانك. فهتيجي برضه على الفيزل وتقول له موديفاي اكيوبمنت، وهتيجي على التوب ديش بتاعتك ده. لازم تعرف كويس جدا انت بتحط لمين، فانت بتختار التوب ديش وبعدين تقول لها ترم، وهتلاقي في حاجه اسمها بلاتفورم، هتضيف البلاتفورم بتاعك. هذا البلاتفورم بتاعنا، شايف الاي 1 انزل على الاي 1 هي 90 درجه، فانا هعمل 90 درجه ربع بلاتفورم اللي هو ربع ده. وتعالى نختار بقى هو البلاتفورم نوعه ايه، سيركيولر ولا ريكتانجولر. تعالوا اوريكم الريكتانجولر المره دي. هو ريكتانجولر بحاجه بالشيب اللي حضرتك شايفه ده، خلينا برضه نعمله سيركيولر لان هو المشهور في الفيزل زي ما احنا بنعمله سيركيولر. والريلنج سيت اب لو عايز حضرتك تخش تعدله زي ما اتعلمنا المحاضره اللي فاتت، مش هنعدله ولا حاجه. والسبورت كاونت لو عايز تزود عدد السبورتات، ده احنا عاملينه 90 درجه فهو هيبقى سبورت في الاول وفي الاخر. و الاي هيبدا البدايه بتاعته اللي هي الزاويه دي من زاويه كام، هو عامل 45 باي ديفولت سيفها. والاي 1 90 اللي هو كوارتر، احنا اتفقنا ان احنا عايزين نعمله ربع دايره بس. والاي 2 الاي 2 اللي هي الزاويه بتاعت السبورت 45 درجه هنسيبها. والجي اللي هي المسافه، عندك جي اللي هي المسافه ما بين البلاتفورم والفيزل، احنا بنعملها 5 سم يعني 50 مللي. وعندك الاتش اللي هو الارتفاع بتاعه، هو ده احنا فاكر حضرتك عملنا ايه؟ عملنا ارتفاع السكيرت. شايف الاتش جابه منين؟ من بدايه السكيرت عندك هنا اللي هو واخده من الترم ده. ارتفاع السكيرت كان عندنا متر ونص، والفيزل نفسها احنا كنا عاملين ارتفاع كام لو تفتكر؟ 7 متر صح؟ روح على السلندر بص عليها، لا والله 6 متر. يبقى هنرجع تاني للبلاتفورم ونقول له الاتش ده متر ونص و6، يبقى 7500. يبقى ده الهايت بتاعنا. الدبليو اللي هو عرض البلاتفورم انت ممكن تعمله متر، ممكن تعمله 80 سم، مفيش اي مشكله. وبعدين عندك اللادر عايز تعمله كريت لادر ولا لا، فبتختار يس ولا نو. والالاين عايز تعمله الاين تو بلاتفورم زي ما حضرتك شايف كده، ولا الاين تو فيزل انه يطلع على الفيزل نفسها، ولا الاين تو ليفت اللي هو يعمله من جهه ثانيه. وعايزه يعمل له ويز كيج، الكيج بروبرتس اهي، فانت بتختار الكيج بروبرتس اللي انت عايزها، والتفاصيل لو عايز تعدل اي حاجه في اللادر وتقول اوكي. والجي 1، الجي 1 اللي هي المسافه ما بين، بص حضرتك الجي 1 فين؟ اللي هي المسافه ما بين السلم والبلاتفورم، هو عاملها 18 سم كتير جدا، انا بحب اعمل 10 سم بس اللي هو 100. والاتش 1، الاتش 1 اللي هو ارتفاع ارتفاع السلم نفسه. شايف البلاتفورم نفسه ارتفاعه من هنا لهنا، السلم نفسه هيجي منين لفين؟ انت عارف انا بحط لك الاتش 1 دي ليه؟ هقول لك ليه. تعالى نعملها كمان شويه وهوريك، سيبها دلوقتي وهنعملها ان شاء الله في النزل اللي جاي، هعملها لك دلوقتي حالا. طيب الاتش 1 هتبقى نفس الثانيه اللي هي الاتش 7 وبرضه 500، لان برضه عايز السلم يجيب من الاول لاخر. والاو اللي هي النص ده هو 500، اقول له ابلاي. وتعالى نروح نتفرج ونرجع تاني. احنا عملنا له ابلاي اوكي. شوف في غلطه بسيطه خالص احنا عملناها هنا، هوريها لك كده. شايف احنا مختارين البلاتفورم، تعالى نخش تاني على موديفاي اكيوبمنت، موديفاي اكيوبمنت
لما جينا نحط البلاتفورم احنا حطيناه فين؟ حطيناه على الترابيزويد الهيد دي. فالبلاتفورم الهايت بتاعه اللي هو 7500، الهايت بتاعه بيبدا منين؟ هو هنا السيمبل بتقلب من الرسمه بتاعت الفيزل نفسها، لكن انا مش عامله على الفيزل، انا عامله على السلندر اللي فوق. فانت كل المطلوب هنا ان احنا نحط صفر ونقول له اوكي. لما تحطها صفر وتقول له اوكي هتلاقي البلاتفورم ركب في مكانه الصحيح اهو، وما عادش عندك اي مشكله. ماشي يا باشمهندس. وهذا المانكي لادر جايب من الارض اللي هو ال 7500 اللي احنا اتفقنا عليهم لغايه الفيزل من فوق. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل بلاتفورم صغير. الحاجه الثانيه اللي عايز اوريها لحضرتك، تعالى نعمل هنا هو موديفاي ونقول له اد نوزل. هي مش موديفاي، اعمل سيلكت للفيزل هتلاقي عندك السيمبل بتاع اد نوزل، او اعمل رايت كليك عليها وقول له اد نوزل. عملنا هنا اد نوزل، انا هعمل اد نوزل هي نوزل رجل الاتش بتاعتها الهايت بتاعها سي احنا الفيزل بتاعتنا 6 متر، انا هعمله ارتفاع 5 متر او هعمله 4 متر 3 متر و500. كده كده هي محتاجه سلم عشان توصل لها، ده البروجيكشن بتاعها مش هيفرق معايا في حاجه. والزاويه اللي هي ايه؟ انا هحطها بزيرو، هشوفها بزيرو ولا لا. وبعدين التفاصيل اللي جايه دي كلها اهم حاجه انا حطيتهم مش فارق معايا. والنوزل نمبر هي نوزل ان 3، وهاجي هنا على الطيب بتاعها اعملها مثلا ايه 14 بوصه في لانجر، وهي ريزد فيس كلاس 300 واقول له كلاس. تعال نشوف النوزل جت فين، لان انا مش فاكر الاورينتيشن بتاعت البيزل. جت في الجهه الثانيه من المكان، انا عايز اجيبها بالظبط تحت السلم ده عشان اوريك احنا هنعدلها ازاي. فالنوزل جت فين؟ جت الجهه دي، وانا عايز اجيبها بزاويه 90 درجه او بزاويه كام؟ دي هتبقى 90، هنا هتبقى 180، يبقى عن الزاويه دي 45 تقريبا. طيب تعال نعمل هنا موديفاي. تعال لا هنعمل ايديت للنوزل، فهنعمل سيلكت للنوزل اللي احنا عملناها ده اهي، وتقول له كنترول وكليك عليها عشان القلم الرصاص يظهر، ودبل كليك على القلم الرصاص، وهي هاجي اختار على اللوكيشن بتاعها احط الزاويه اللي هي ايه بكام؟ احنا كنا عاملينها صفر، انا عايزها حوالي 85 درجه. 85 بس مجرد ما هتضغط كليك في اي مكان ثاني في البتاع هيعمل لها بريفيو. روح حضرتك اعمل اوربت عادي خالص، اعمل اسكيب. انا غلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. كنترول واعمل سيلكت القلم الرصاص دبل كليك واحط الزاويه 85. الزاويه اللي هي ايه؟ 85. واعمل تاب. تاب جت زي ما انا عايز، جت زي ما انا عايز، اقول له كلوز. دلوقتي مش هندس، انا عايز اعمل الفيزل دي او النوزل دي برضو بعيده جدا عليا، انا برضو عايز اعمل لها اكسس بلاتفورم، عايز اطلع لها ببلاتفورم. فتعالى نعمل لها البلاتفورم بتاعها. احنا هنعمله على السريع كده، وعايز اقول لك بس الفكره من البلاتفورم دي ايه. وانا افضل والله اعملها على زاويه كام؟ ازود الزاويه شويه خليها 110. تعالى نعمل لها موديفاي كنترول وسيلكت ودبل كليك، وتعالى نعملها 110 وهقول لك ليه دلوقتي، واقول له كلوز. ماشي بالظبط، هو ده اللي انا عايزه. تعالى نعمل بقى البلاتفورم بتاعنا. في البلاتفورم المره دي هيبقى على مين؟ على السلندر نفسها. تعالى نشوف، هنقول له رايت كليك ونقول له موديفاي اكيوبمنت، وهاجي على السلندر نفسها واقول له مين؟ اترم، واقول له بلاتفورم. وكل اللي يهمنا في البلاتفورم ده تفاصيل بسيطه خالص هنعملها بسرعه. الاول الاورينتيشن بتاعه احنا قلنا كام؟ احنا حاطين البيزل عند زاويه 110، فهنيجي عند الزاويه اللي هي ايه واحطها برده نفس الزاويه 110. والاي 1 هو 90 هعمله ربع برده، لو احتجت اكبره اكبره. والاي 2 45 مفيش مشكله. والجي الجي نفسها الهايت بتاعنا احنا عاملينها على 3 متر ونص، فانا هعملها على 3 متر بس، بحيث ان النوزل نفسها 3 متر، بحيث ان النوزل نفسها يبقى محفوظه. والدبليو هنا 500 مفيش اي مشكله في الكلام ده كلياته. والكيج احنا قلنا اللادر الاتش بتاع اللادر اللي هو جايب منين؟ جايب من تحت فوق. الهايت بتاع اللادر هيبقى كام؟ احنا عندنا الاسكادر في متر ونص و3، يبقى كام؟ متر و3 3 4 متر ونص 4 متر و500. واقول له اوكي. تعالى نشوف كده احنا عملنا ايه؟ شايف حضرتك احنا عملنا ايه؟ دلوقتي احنا عملنا لادر، شايف الاكسس لادر ده عامل كلاش مع الاكسس لادر ده، واحنا يا دوبك وصلنا للفيزل دي والامور باظت عندنا اصلا. في الطبيعي يا باشمهندس بنعمل ايه؟ احنا بنعمل اصلا الاكسس لادر ده وياخد من البلاتفورم الاولاني، يبقى السلم الاولاني ده ويطلعه للبلاتفورم ده، والبلاتفورم نفسه ده يوصله للسلم ده اللي هيطلع منه للي بعديه. طيب نعملها ازاي ده؟ ده بس هنقصره، هنعمل موديفاي تاني اكيوبمنت. موديفاي اكيوبمنت هتيجي على البلاتفورم الاولاني قصر السلم بتاعه. السلم بتاعه احنا كنا عاملينه كام؟ لو تفتكر كان معمول 7 متر ونص، احنا هنعمله بس 2500 على ما اذكر.
وهتيجي على البلاتفورم الثاني احنا في مشكلتين، الزاويه ال 110 دي خلينا نعملها 90 بس، وكان في مشكله هي الزاويه دي بس، ونقول له اوكي. بالظبط هو ده اللي انا عايزه يا باشمهندس. يبقى انت عندك الاكسس بلاتفورم الاولاني اهو بيطلعك توصل عند النزل الاولانيه، والنزل الاولانيه اكسسبل اهو، يعني اللي واقف على البلاتفورم ده قادر يتعامل مع كل حاجه في النزل دي. معايا يا باشمهندس؟ وبيطلع قدام شويه يلاقي سلم ثاني، السلم ده يوديه على البلاتفورم الفوقاني. شايف حضرتك الارنجمنت بتتعمل ازاي؟ بيبقى سلم نازل على بلاتفورم. ده الارنجمنت اللي احنا بنعملها في معظم الشغل بتاعنا. معايا يا باشمهندس؟ يعني مش البلاتفورم جايب من تحت لفوق، لا ده هو بيبقى مختلف زي ما حضرتك شايف. تمام يا باشمهندس؟ طيب يبقى احنا اتعلمنا ازاي نعمل اكتر من بلاتفورم، اتعلمنا ازاي نعمل نزل. انا كنت عايز اوري لحضرتك ايه تاني في القصه دي، السكيرت والبلاتفورمز. يبقى احنا كده اتعلمنا السكيرت والبلاتفورمز، هنا بس محتاج نعمل له مان هول، ويبقى كده احنا عملنا النزل دي او الفيزل دي بالارنجمنت بتاعتها كامل. مش مشكله، المان هول حضرتك عارف بتعمله ازاي. طيب الخطوه الثانيه ممكن نفتح مجال الاسئله لو في حد عايز يسال. في اي اسئله يا شباب؟ لو حد عايز يسال عن اي حاجه او عايز نعيد اي حاجه في المرحله دي، لانه الفيرتيكال فيزل النزل اللي تحت والسكيرت بتاعتها بيبقى فيها تفاصيل كتير فبنضطر نعملها. انا بس مش عايزك تسال، تقلق بس من تفاصيل البايبنج، لانه ان شاء الله هنبدا نشرحها من اول المحاضره النهارده. نهايه المحاضره نبدا في شغل البايبنج كلياته، اعلم حضرتك يعني ايه فلنجات، يعني ايه بايبات، يعني القصص دي كلها هنتعلمها ان شاء الله، وهنتعلمها بطريقه فنيه جميله جدا. واضح ان مفيش حد عنده اسئله. طيب شكرا يا باشمهندس. يلا نبدا يا شباب، هنتعلم دلوقتي. انا دلوقتي عم مش عايز ارسم الفيزل هنا، زي مثلا الفيزل فيها تفاصيل كتير ووجع قلب كتير، او انا اصلا كنت عاملها ببرنامج تاني، فانا عايز اعمل امبورت للفيزل. طبعا احنا ايه ايزوليت، قول له اند اوبجكشن ايزوليشن، هتلاقي الدنيا كلها ظهرت معاك. كل الشغل اللي احنا عملناه قبل كده احنا بنلعب بره الرينج ولا ايه؟ بنلعب بره الرينج. خده رايت كليك موف مسافه واختار من هنا وحطه هناك، وتاني موف تمام سلكت كله موف مسافه، وهات اي نقطه تعالى بيه هنا. يبقى ده البلانت بتاعنا اهو. زي ما قلت لحضراتكم الارنجمنت دي ما تقلقش منها، هنقعد نرتب الكلام ده كله، واحتمال كبير جدا ان شاء الله نعمل مشروع سوا، ويبقى معانا بي اند اي دي برضه من الحضرات الجايه ان شاء الله. هنبدا نشتغل يعني ايه بي اند اي دي، ويعني ايه بلوك فلو دايجرام، بروسيس فلو دايجرام، وبروسيس اند بايبنج اند انسترومنتيشن دايجرام. هنشرح ان شاء الله الكلام ده بالظبط ان شاء الله. طيب يبقى احنا اتعلمنا ازاي نعمل تانك، اتعلمنا ازاي نعمل هوريزونتال فيزل، اتعلمنا ازاي نعمل فيرتيكال فيزل. يلا نشتغل على حاجه ثانيه. انا عندي فيزل معينه او اكيوبمنت معينه، سي فيزل بامب هيت اكسشينج، اي حاجه اي حاجه انت رسمها بره برنامج ثاني وعايز تدخلها. انا المره اللي فاتت قلت لحضراتكم انه مش كل حاجه احنا بنرسمها، في حاجات كتير جدا هنجيبها من بره. فقلت لحضراتكم على موقع هنا، ان شاء الله هنتعرض على الموقع كتير النهارده. قلت لحضراتكم انه في موقع هنا اسمه جراب كاد، عندك موقع اسمه جراب كاد اهو لو سمحت. بس كل المطلوب من حضرتك بس ان انت تسجل فيه، وبيسمح لك ان انت تعمل داونلود لكل حاجه وكل المكتبه بتاعته ببلاش. تيجي نوع اللايبراري، تعال نقول مثلا شيل اند جيبيت اكسشينج على سبيل المثال، وانا هعلم حضرتك ازاي تعمل حتى في برامج تاني. شيل اند يو هيت اكسشينج، هتلاقي الشباب راسمين مبادرات حراريه كتير جدا بتفاصيل جميله جدا. اللي يعجبك فيهم خده، خد اي واحد فيهم وتعالى نتعلم ازاي ندخله، وهوريك ان الطرق بسيطه جدا وان احنا نحوله لاكيوبمنت مفيش اي مشكله. اختار اي واحد من الحاجات اللي موجوده دي. احيانا بيبقى المبادر الحراري فيه تفاصيل اكتر بكتير من اللي احنا عايزين نظهره في البرنامج، او انا رسمه اوريدي ليه اقعد اوجع قلبي وابداه من اول وجديد هنا، او هي حتى سكيد يعني سكيد زي دي كلها مش عايز اعرف، مش هعرف ارسمها انا في البرنامج. فانا عايز اعرف ده على انها اكيوبمنت، واذا هي سكيد اعرف النزلات اللي عليها واربط عليها. فانا طبعا مش هاخد السكيد دي، ان شاء الله هوريك السكيد موجوده اصلا في البرنامج. تعال نشوف حاجه ثانيه، اي مبادل حراري كويس، اي مبادل حراري كويس. تعالوا نقول المبادل الحراري، المبادل الحراري زي ده. اخترنا المبادل الحراري ده زي ده، كل اللي مطلوب من حضرتك ده البريفيو بتاعه وده التفاصيل اللي جوه. طبعا كل ما التفاصيل اللي جوه بتاعته بقت كتير، يعني هنا التيوبز كلها مرسومه، هنا الاند ديش بتاعته مرسومه، بيعمل لك مشاكل كتير جدا في الاستيراد والتصدير لانه بيبقى الملف تقيل جدا. لكن معلش
خلونا لان انا مشغل 100 برنامج في نفس التوقيت، خلونا اجيب حاجه سيمبل شويه. في شده الكيوب هيت اكسشينجر اهوت، الراجل رسمه البادي فيس بتاعه يعني من بره بس، ما اعرفش كده بس من جوه ولا لا. بتيجي بس حضرتك هنا وتقول له داونلود فايلز 16 ميجا، قول له ستارت داونلود، وتعالى نشوف الملف بتاعنا شكله. بص يا مهندس، البرنامج بيديك خاصيه لطيفه جدا، اوبن فولدر. البرنامج بيديك خاصيه لطيفه جدا، البرنامج بيديك خاصيه ان انت تستورد وتصدر كمان. فتعالى كده نشوف الامبورت. تيجي هنا في هنا في هوم، تقدر تيجي تعمل هنا امبورت وتقول له اذر فورمات. نفس الاوردر ده موجود في مكان تاني، انا بس عايز اعمل هايد للبتاع دي، بوز انيبل هايد نيمز هايد فلوتنج ميديا. بص لو حضرتك جيت هنا برضه كانسل دي، يبقى انا اقدر اجيبها منين؟ تقف على بلانت 3 دي من هنا وتقول له يبقى امبورت وتقول له اذر فورمات، وهتختار الفورمات. شايف الفورمات اللي البرنامج بيدعمها اللي هو 3 دي ستوديو، في اي سي اي اس، في كاتيا ملفات الكاتيا، في اي جي اس، في انفنتور، يعني تقريبا برامج الكات كلها بما فيهم سوليد ووركس، بما فيهم كل الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها اصلا موجوده هنا. فبسهوله جدا انت تقدر تعمل ايه؟ سحب للملفات بمنتهى البساطه. طيب اقدر اجيب القائمه دي من مكان ثاني يا باشمهندس؟ تيجي هنا على اوت بوت، فين هي؟ موديلنج فيجواليز، انسرت انسرت، وهي نفس القصه امبورت، وتقول له امبورت من هنا، وهي نفس القصه. بص يا باشمهندس، هنروح احنا على الملف الداونلود بتاعنا. الملف الداونلود نزل فين؟ اللي هو الشيلاند تيوبكس تشينجر، نازل انا كنت بحب اجيب الحاجات سوليد وركس بصراحه، نازل في حليم في الداونلودز في كومبريس في شيلاند تيوبكس تشينجر. هنيجي نهو في دوكيومنتس في داونلودز في كومبريس. طيب يبقى هو نازل في حليم في داونلود داونلودز كومبريس شيلاند تيوبز اكسشينجر، وهتبدا تختار الملف اللي ماتشنج مع الملف اللي نازل، او تقول له اول فايلز خلاص. هو شيلاند تيوبز اكسشينجر اسمبلي، وتقول له هتلاقيه بيقول لك يور امبورت جوب از بروسيسنج ان ذا باك جراوند. ماشي يا فندم، يبقى كل اللي حضرتك بتعمله ده على فكره بيطبق في كل الحاجات اللي احنا بندخلها. ممكن يبقى اوفر هيد كرين، ممكن يبقى بني ادم، صوره بني ادم اللي هو المجسم بتاع بني ادم، علشان هتعمل بيس بي 3 دي موديلنج معايا. اي حاجه بتدخلها هنا برضو بتخش بنفس الطريقه، ودايما بتيجي عند نقطه الصفر اللي هي النقطه دي. بس لما تظهر الايقونه اللي دلوقتي لسه بيعمل لها امبورتنج، هو عمل لها امبورت. مجرد ما تضغط على اللينك ده هتبدا تظهر مين عندك هنا. انا ضغطت على اللينك بس هو بيحمل معايا. هو دخل البرنامج بس الملف اللي داخل فيه مشكله في السكيل، ما فيش اي مشكله، الحاجات دي برضو بنحلها. ممكن تاخد اي دايمنشن بتاعت نوزل هنا وتقول له سكيل، تعمل سكيل للملف كله. لكن دي الفكره العامه ازاي ادخل حاجه بالمنظر ده معايا. انا برضو مش هدخل الملف ده، هعرفك ازاي نعمله اوكيومنت، بس تعالى هنشتغل على برنامج ثاني حابب جدا اقول لكم عليه. من اكثر البرامج اللي بحبها جدا في مجال الديزاين هو برنامج اسمه بيديريو توبايب فيزل، اللي هو البرنامج ده. البرنامج ده مسؤول عن انه يعمل لك الديزاين بتاع الفيزلات، البريشر فيزلز كلها. وفي قاعده بيانات ضخمه جدا، والبرنامج من اسهل البرامج اللي ممكن تتعامل معاها. انت ما بترسمش خط واحد بالمعنى الحرفي للكلمه، انت بتجيب الداتا شيت بتاعت الفيزل بتاعتك وتبدا تشتغل عليها. انا عايز بس اوري لحضرتك الامكانيات بتاعت البرنامج في السريع كده. انا ده البرنامج، ده الواجهه بتاعته. طبعا زي ما قلت لحضرتك انا قلت له فايل نيو، اول ما اقول له نيو هيقول لي هنا اختار ايه. انا عايز مثلا ايه بريشر فيزل، عايز تشيلن تشينجر سيلف مش عارف ايه. لو على سبيل المثال قلت له شيلاند جيوبيتك تشينجر وقلت له اوكي، شايف عامل لك ايه؟ ده البارت الاولاني والبارت الوسطاني والطرف الجهادي. انت ممكن تختار اي ارينجمنت منهم، يبقى هو عارف انه ده الارينجمنت بتاعتك، وبتقول له اوكي، بيقوم راسم لك القصه دي كلها ويدخلك على الديزاين كودز اللي انت بتشتغل عليها، وبيدخل له بس شويه كلام فاضي، الديزاين كونديشنز بتاعتك، اللود كالكوليشن، ايه اللود كالكوليشن اللي هو يعملها لك، ولو عايز تحط ويند وسيزميك لود، ولو في حركه او فايبريشن، الاوبريتنج كونديشنز. المهم يعني القصه كلها انت بتدخل شويه باراميترز جايه لك في داتا شيت وخلاص. انا هوريك مثلا ملف هقول له اوبن، في هو شويه اكزامبلز هو عاملهم، لو اخترت اي واحد منهم هتلاقيه موجود في البريفيو بتاعه شغال تحتهم.
والبرنامج ده انتجريتد كامل مع اوتوكاد ومع سوليد وركس، وبيرسم لك الحاجه. يعني انا ممكن اطلع لك الملف ده مرسوم في سوليد وركس، حضرتك بس تقعد وتحط رجل على رجل وهو يرسمه لك كامل. ان شاء الله هوريه لكم كمان شويه في اخر المحاضره عشان ما تضيعش وقت. فانا مثلا ايه، عايز اخد الملف ده وليكن بيزل شكلها مكلكع شويه كده، اهو عجبتني. يا راحت فين؟ دي طبعا الشيل اند كيوبيد اكسشينجر، فيها برضه عندك تنكات وفيزلات. الفيزل دي شايف الكلكعه دي مثلا، دي حاجه مكلكعه جدا ورسمها في برنامج اوتوكاد، وليكن برضه هو سهل يعني هيتعمل عادي خالص، لكنه رخم. شايف الفيزل عامله ازاي؟ ده الفيزل بتاعتي اهي، انا برضه عملت البارامترز بتاعتها ودخلت كل الداتا وما عنديش اي مشكله في اي حاجه وخلصت عملت دي كده. ده النوزل بتاعتي، كل اللي بتعمله مطلوب حضرتك. انا بس عايز اعمل هايد دي، هايد فلويد كنترولز. شايف هتعمل ايه؟ انت خلاص رسمتها، كل اللي مطلوب من حضرتك بتعمل اكسكيوت وتقول له كالكوليت سترينث. هيعمل هو ايه؟ هو متعرف له الويند لودز بتاعته، احنا عرفناها. يعني الملف ده هو معمول سلفا، فمعمول فيه الويند لودز، معمول فيه الاوبريتنج بريشرز، معمول فيه الليكويد فيسكوسيتي والليكويد دينسيتي، وده مبادل حراري معايا. انت بس بتدخل له الفلويد بارامترز بتاعتك وبتقول له ده هيستحمل الضغط ولا لا، والاحمال اللي هتوصل للسادلز قد ايه، وطريقه التثبيت بتاعته ايه، وهو هيعمل لك سترينث ريبورت كامل هوريه لحضرتك دلوقتي بالكالكوليشن بكل حاجه. انت ما بتتعبش في اي حاجه هنا، بس لازم تبقى عارف كويس جدا ازاي هو عملها. برضو نقطه مهمه انه الديزاين مش ان حضرتك تستخدم برامج، لو مش فاهم تستخدم برامج ازاي هتستخدم برامج غلط، ما وصلناش لحاجه برضو. طيب هو هنا بيعمل الديزاين كالكوليشن بتاعته عشان بس اوري لحضرتك الديزاين ريبورت. شوف حضرتك هتقول اكسكيوت وقول له ايه فيو كالكوليشن ريزلت. هو دلوقتي عمل الديزاين ريبورت بتاعه كلياته والورننج، هو ما عندوش اي ايرورز، كل اللي عنده شويه تحذيرات بس محاذير. وهنشوف الريبورت بتاعه عامل ازاي. وطبعا انت بتعمل كاستمايز للريبورت زي ما انت عايزه، تحط بقى الاسم الشركه والاسم المشروع واسم الفيزل والكلام ده كلياته. هوريك بقى اجمل حاجه في البرنامج الخطوه الجايه اللي هنعملها. ده اولا الديزاين كالكوليشن بتاعك. شايف ديزاين ريبورت؟ ديزاين ريبورت ده كام؟ لسه بيحسب فيه. ده حط بس الكومباني ديزاين كالكوليشن وهو بيجيب لك سيمبلز. ده الكالكوليشن كامله، ده 73 92 102. المهم ده الانبوت داتا بتاعتك، ده الديزاين بارامترز اللي انت دخلتها والديزاين اوبتمايزيشن والستاندر اللي انت شغال عليه والجيومتري ديفينيشن بتاعك، عندك الاليبتيكال هيد والشيل فاهمني، وحاطط هو كل حاجه وحاطط السيكونس اللي انت اخترته، الحاجات دي كلها والاوبريتنج تمبريتشرز، وبيعمل لك ديزاين كالكوليشن كلياته. ده 102 الريبورت بتاعك كامل، عامل كالكوليشن او ديزاين كالكوليشن لكل نقطه في المشروع. الريبورت رائع لابعد الحدود، وخلاص انت الورننج بس بتشوف، وكل شويه ياخد لك سيكشن في حته ويبدا يشرح لك عليها. حضرتك بقى خمس دقائق كده ان شاء الله هبقى ارفع لكم البرنامج او ابعت لكم اللينك بتاعه على الجروب. حضرتك بقى خمس دقائق وشوف البرنامج ده بيعمل ايه. احنا كده عملنا ديزاين كامل بتاع بريشر بيدل بكل المواصفات بتاعتك، بما فيها الريفورسمنت باد، بما فيها النوزلز، كل حاجه كل حاجه. لو سمحت بس تضيع 10 دقائق او خمس دقائق بص على الريبورت. انت ما بتحتاجش تعمل اي حاجه في الريبورت غير ان انت تحط عليه اسم الشركه وتقدمه للكاميرا. بعد كده بتقول حاجه دي الخصائص اللي انت تقدر تعمل عليها جنريت للدرونج بتاعك. هوريها لك برضو جنريت للدرونج. بص في حاجه اسمها سيتنج بلان اند انيشال فلات بلان، ده اللي هو بنسميه الديتيلد انجينيرنج او الجنرال ارنجمنت درونج بتاعت الفيزل دي نفسها. انا هقول له اختار الاعدادات الافتراضيه دي واقول له اوكي. الملف ده انا كنت خرجته قبل كده فهو عايز يعمل ريبليس، فانا اقول له ريبليس مفيش مشكله. هيبدا البرنامج يرسم اوتوكاد درون كامله، انا عامل الانتجريشن بتاعه دلوقتي على الاوتوكاد. هيرسم اوتوكاد كامل للفيزل ده بما فيهم 3 دي موديل، بما فيهم الجنرال ارنجمنت بتاعت النوزلز. يعني الدرونج انت لو هتشتغل عليها ممكن تعملها في شهرين ثلاثه وهتطلع غلط في الاخر، لانه ان انت تعمل ماتشنج ما بين القطاعات صعبه جدا. لو هتعملها في سوليد وركس ممكن تاخد معاك مثلا شهرين ثلاثه برضه، وان شاء الله هتطلع صح. بس كم الديتيلنج اللي هو حاططها لك عليها يستحق ان انت تدفع في اي حاجه. برنامج بسيط جدا وسيمبل. اول حاجه هو عمل لك دلوقتي البيل اوف ماتيريال زي ما حضرتك شايفها، ده الايتمز كلها.
اللي وقت فيه شويه، او هو بيعمل جنريشن دلوقتي فهي صعبه شويه. المهم هو ده البلو اوف ماتيريال بتاعتك، ودي الاوزان بتاعتك كمان. يعني انت مثلا عايز اعرف البيزل دي وزنها قد ايه، اعمل بس سيلكت ده، دي 24 طن 755 كيلو جرام، وده الماتيريال خلاص اللي انت مدخله كل حاجه. وهتلاقي نوت بص يا سيدي، ده اول حاجه ايه، ده تيوبز. التيوبز ايه، 25 ملم او طار دايميتر 2.76 ملي سيكنس، 4000 ملم لونج، والعددهم 882 وهكذا. فانت عندك تفاصيل كامله للمشروع، وعندك اوزان كامله للبتاع ده للمشروع. ماشي، ده بنسميها البيل اوف ماتيريال. ده هو برضو اللي بخرجها، ما عملتش حاجه زي ما حضرتك شايف، وبتعمل لها كاستمايزيشن، ممكن تعمل فيها كوست ريبورت كمان. البرنامج بيدعم ان انت تعمل كوست ريبورت. دلوقتي هو خلاص خلص الدرونج اهي، هوريها لحضرتك. هي دي الفيزل اللي احنا هناخدها ان شاء الله في اوتوكاد بلانت 3 دي. نعمل عليها امبورت اكيوبمنت ونبدا نعرف النوزلز دي كلها. وهقول لك انا عملت كده ليه؟ يعني انا عملت كده عشان اعرف النوزل دي سايزها كام، والنوزل دي سايزها كام، والنوزل دي سايزها كام. مش عايز اروح مثلا اجيب واحده من على سوليد وركس او على اي ملف، يعني انا اللي نزلتها من على النت المفروض يبقى عندي الدايمنشن بتاعتها. هو كده خلاص؟ يكون عندي هو كده خلاص اهو، يكون عندي الدايمنشن بتاعتها عشان اعرف اشتغل عليها. احنا دلوقتي كده خلصنا، هتقول له اكسكيوت وتقول له فيو درونج. تعالى اوريك جمال البرنامج ده، يعني يهمني ان انت تشتغل على البرنامج ده لانه بنستخدمه في مجال تصميم الفيزلات. والشباب المره اللي فاتت طلبوا مني ان لو اي برامج في المجال قابلتنا ان انا اتعرض لها. ما كنتش ناوي اتعرض للبرنامج، بس طالما انتوا طلبتوا انا تحت امرك. احنا بنفتح دلوقتي الملفات. شايف حضرتك دي الدرونج اللي هو طلعها، انا ما عملتش فيها اي حاجه، هو اللي مطلعها من نفسه. معايا؟ شايف؟ دي مثلا سيكشن فيو او درونج. تعال نشوف الموديل، موديل صعب جدا تشوفه. تعال نشوف مثلا ايه الفورمات. هو كل اللي مطلوب منك ان انت تعمل لها ري ارينج، ده الفرونت فيو وده سيكشن فيو، وده يعني الاثنين فرونت فيو اهو. بس هو هنا ايه فاصل المنطقه دي، هنا حطها الديتيل بتاعها، وده ما يهمنيش في حاجه خالص، انساه. خش على اللي بعده اللي هو الديتيل درونج اللي هي ده. شوف اولا السكشن فيو، هذا السدل بكل تفاصيلها، بكل الابعاد بتاعتها مكتوب عليها، دي 2350، ده 60، مش عارف كام. حتى المسمار اللي هنا في مسمار هوت فاي 6 هنا وهكذا. هذا السدل الثاني، السكشن فيو الجهادي والسكشن فيو الجهادي، يعني هذا الفرونت وهذا السايد، هذا الفرونت وهذا السايد، وهذا التوب فيو للسدل، يبقى الثلاث سكاشن اهو. وهذا واخد سكشن للتيوبز بتاعتك، وهنا كاتب لك مثلا ايه، دول 105 دول 105 دول 105 102 102 وهكذا. ولو جيت هنا بصيت بياخد لك خط عند كل اكل 28 تيوبز، لو خدت الاكس دول وعديتهم يطلعوا 28، اللي تحت 28، اللي هنا 30 وهكذا، تقدر تاخدهم كلهم. هنا الاوفال سايز كام؟ 7 متر وهكذا، تقدر تشوف كل التفاصيل دي. ده الارنجمنت بتاعت الفلانجه وجايب لك الدايمترز كلها. ده الديتيلد درونج بتاعتك، الجنرال ارنجمنت درونج، شايف عامله ازاي؟ بالابعاد كلها، كل التفاصيل اللي حضرتك محتاجها. هنا الديزاين باراميترز كلها بيدخلها لك، مثلا هي ترانسفير اريا دي والكلام ده كلاته، ديزاين كونديشنز، وبعدين التيبل اوف استيميتد ويت، هذا الويتس اللي عندك، وبعدين الكونستراكشن ماتيريالز اللي هو الانسبكشن بتاعها، عندك هنا البريشر ريتنج. المهم يعني درونج تفصيليه لابعد الحدود، وعندك هنا درونج بتاعت مين؟ بتاعت الفلنجات، اسمه النوزلات. النوزله الاولانيه اللي هي مسميها حرب البي، هتلاقي كاتب لك ويز بلايند فلانج، والنومينال بايب سايز بتاعها 3 بوصه، والاورينتيشن بتاعها وهكذا. كاتب لك ده التفاصيل بتاعت الفلانجات كلها، وده الاورينتيشن بتاعك لو في اي تفاصيل بتبص عليها. يبقى ده اول لوحه. ثاني لوحه شايف جايب لك سكشن فيو عند منطقه ثانيه. طبعا انت لما تدرس اللوح شويه هتبقى عارف ان هو جايب سكشن فيو. ده السبورت بليد عند الديتيلد واحد اللي هو السبورت بليد ده، هنا ايه كاتب لك تحت ايه السبورت بليد سيكنس، مش عارف 9.5 كوانتيتي. لا هي دي الديتيلد واحد، دي الديتيلد اثنين، وهو هتلاقيه عامل لك ريفير في الاولانيه. الحاجه الثانيه دي النوزل ديتيلز بتاعتك اهي، الديتيلد بتاعت الفيزل دي لوحدها، الاورينتيشن من السايد فيو معايا مش عارف، وكم التفاصيل اللي انت هتحتاجها واللي مش هتحتاجها كمان موجوده. شايف الدايمنشنز دي كلها اللي هو بتاعت الاوتر ديمتر دي، الفلانج دي الاوتر ديمتر بتاعها كام، دي الديمترات كلها. المهم مش عايز اطول عليكم فيها. هو البرنامج فعلا بيطلع قصة حلوه جدا. دي حاجه اسمها الافراد بتاعت البادي، يعني دي الفلانجات اللي احنا لفينها،
لو جيت ان هو هتلاقي مثلا اللينس بتاعه ده كام 4721 اللي هو الوركينج لاين بتاعك كان عند 4721 يعني دي طولها 4721 وبعدين مش طولها الوركينج لاين بتاعك اللي هو 4712 وده 5 متر 510 اللي هي الوصله بتاعت الفيزل في منطقه معينه يعني ودي بنسميها البندنج او رولينج شيت بتقطع الشيت بتاعك بالمقاسات ده ودي على فكره سكيل واحد 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 وتعمل لها رولينج عند الزوايا دي معايا وهكذا دي المنطقه الثانيه بتاعته ودي المنطقه الثالثه ده بنسميها ايه؟ بنسميها والله ما كتبش اسم اللوحه يعني مش مشكله طيب اخر لوحه مش موجوده برضه ده ما يهمناش اللي يهمنا هو ال 3 دي موديل او ال 3 دي فيو بتاع الفيزل كلها ال 3 دي فيو بتاع الفيزل وشايف حضرتك الخطوط ديت دي خطوط التطعيج اللي احنا بنسميها التطعيج اللي هو التاني التنايه و ده ال 3 دي موديل ده انا بمنتهى البساطه بعده كوبي بيست ما احنا في دوت كده العاديه خالص خده كوبي بيست وحطه في المكان اللي انت عايزه لكن انا لاحظت مشكله برضو فيه ان هو لو عملناه كوبي كنترول سي ورحنا على اوتوكاد بلاند 3 دي وقلت له هنا كنترول في واخترت النقطه اللي احط فيها الحركه دي لما تظهر معاك بس في البرنامج وافتحه واعمل بيست تاني هتشتغل عليها هتلاقي بس كان في مشكله في السكيل لا والله مشكله اتحلت بتاعت السكيل الحمد لله طيب بس الحركه دي لما بتظهر بيبقى بس البرنامج محتاج يتفتح تاني فانا بس هقفل اوتوكاد بلاند 3 دي وافتحه تاني خلينا نقفل ده ده اوتوكاد العادي انا عايزه وده اوتوكاد العادي مش عايزه ده اوتو باي فيزل سيبه شويه عشان نعرف منه المواصفات تعالى ده اوتوكاد بلاند 3 دي افتحه اخر ملف احنا كنا فاتحينه اللي هو 100 طيب يبقى احنا كده فتحنا مشروع تاني اهو كل اللي عامله تعالى بس عشان الجرافيكس ما يوجعش قلبنا هنعمل سيلكت لاي حاجه اي حاجه تقول له رايت كليك وتقول له ايه ايزوليت هايد اوبجكتس ايزوليت اوبجكت سيلكت اوبجكت ما فيش مشكله طيب اعمل جريد اهي وقول له رايت كليك طيب يبقى احنا كده عملنا هايد لكل الجرافيكس اللي موجوده على كل اللي هنعمله هناخد كوبي للملف ده سيلكت اول اهي كنترول سي وهنيجي هنا في الملف ده ونقول له كنترول بي و والله هو مصمم يعمل المشكله الرخمه دي المهم هنحطه هنا ونبدا نشتغل عليه هو مش هينفع نشتغل عليه بالمنظر ده طيب انساه خالص انا كنت عامل حساب المشكله زي ده المهم الشاهد من القصه انه البرنامج بيطلع لك الملف بالمنظر ده البرنامج نفسه فيه انتجريشن كامل مع برنامج سوليد وركس فانت ممكن تيجي نوع البريفرنسز هتقول له سوليد وركس انا الاصدار اللي عندي 2020 وهختار من هنا ملف سوليد وركس فهاجي هنا في السي في البروجرام فايل في سوليد كوربريشن انا حاسس ان انا بعطلكم بس هو بصراحه اتبسط جدا سوليد وركس فين ملف سوليد وركس سوليد وركس دوت اكس اي وده نفس الملف اللي هيفتح فاعمل له كنترول اي كنترول سي كنترول اي كنترول بي واقول له اوكي لو جيت قلت له هنا تاني اكسكيوت جنريت دروينج معلش استحملوني شويه في الحته دي انا اصلا اوريدي مطلع الملف بس انا حابب جدا اوريكم البرنامج انا مطلع الملف قبل كده تعالوا نشوفها لو قلت له اكسكيوت وقلت له جنريت دروينج هي نفس المواصفات اهيت بس المره دي هيروح يعملها لي سوليد وركس. جدا. هو دلوقتي هيفتح برنامج سوليد وركس ويرسمهم قدامك خط خط وكلمه كمان. تعالى اعمل لك بس هايد دي هايد فلوتنج وتعالى نعمل زوم اب ده. اتفرج حضرتك هو بيرسمها. هو بيرسمهم قطعه قطعه حتى قطعه البايب بيرسمها. انا ما عملتش حاجه على فكره دلوقتي هو البرنامج اللي بيرسمها لك قطعه قطعه وهيعمل لك بارت لكل ايتم من دول وبعدين بيعمل اسمبلي للاجمالي الكلي حاجه يعني بمنتهى الجمال فوق الوصف
وبتقدر تتعامل معاها كتير جدا ببرنامج زي برنامج بلاند 3 دي، وبتبقى اخف بكتير جدا مع انك دخلتها في سوليدوركس بس بتبقى اخف. الحاجه الجميل كمان في قصه ان انت دخلتها في سوليدوركس ان انت مثلا عايز تعمل عليها فريم ستراكشر وتعملها سكيدا وتحط لها مش عارف شويه حاجات تانية عن تفاصيل كتير من التفاصيل اللي احنا بنقدر نحطها في سوليدوركس بتعملها بمنتهى البساطه. بالمناسبه بتاع الانتجريشن بتاع سوليدوركس ده، انا عندي برامج كتير جدا في المجال، يعني برامج بتعمل تروس، هو البرنامج بسيط خالص بتدخل له بس الديتيلز بتاعه الترس وهي ترسمها لك في سوليدوركس. برنامج تانية بيعمل لك الكمات، برنامج تانية بيعمل لك على فكره والجيرز يعني انت لو عملت جيرز اسمبلي اللي هو مثلا ايه مجموعه جير بوكس بتعمل ريدكشن اي حاجه بيعملها بالميتس بتاعتها، يعني انت لو لفيت ترس التروس الباقي كلها مربوط عليها التشين كلها بتخف. في برنامج تاني برضو نزلته المره اللي فاتت لما حضرتك سالتوني على اللايبراري، بيعمل لك اسمها ايه قاعده بيانات كبيره جدا للحاجات اللي احنا بنستخدمها زي الستوب فولتز زي البيرنج الكوبلنج الكلام ده كله موجود في قاعده كبيره جدا من البيانات، وحضرتك بس كل اللي مطلوب عليك ان انت تصدرها، وبيصدرها حوالي 7 أو 8 برامج من ضمنهم انفرتور سوليد وركس سوليد ايدج، يعني برامج كتير جدا من برامج الجرافيكس. اجمل حاجه في برامج لها هو الانتجريشن اللي هم عاملينه مع سوليد وركس، بصراحه بيبقى الواحد مستمتع جدا وهو قاعد بيتفرج ان واحد بيرسم له مجسم ثلاثي الابعاد بتفاصيل ضخمه جدا بالبساطه دي، انا واقف بتفرج كل اللي بعمله والديتيل بتاعته تحفه صراحه تحفه، يعني الفلنجات كلها بيرسمها لك ستاندر، البايبات كلها بيعملها كات بيسز، مكان اللحام كلها مفصوله عن بعضها، يعني انت مثلا لو طلعت من سوليد وركس نفسه اي ماتيريال ليست او اي بارتس ليست او كمان مسميها باسمها، يعني لو حضرتك بصيت كده الملف اللي بتعمل مسميها باسماء البارتس اللي بتتعمل. احنا ممكن نسيبه شغال في الخلفية ونرجع المشروع بتاعنا تاني. طيب هنرجع للمشروع بتاعنا تاني. طيب هعلم حضرتك ازاي نعمل اكسبورت، نعمل امبورت لاي فيزل ونبدا نعرفها على انها فيزل. في نقطة مهمة جدا عايز اعلمها لحضرتك دلوقتي، تعالى نقول ايزوليت ونقول له اند اوبجكت ايزوليشن. احنا اظهرنا كل حاجه تاني اهو. انا عايز اقول لحضرتك مثلا انه عندي بارت معين انا عايز اعمله سبورت على عايز اعمله سبورت على الفيزل نفسها على سبيل المثال او على الاستيل نفسها. تعال مثلا ناخد ده عشان بس ادل واقول لك مثلا انا عندي البايب هنزلها واعمل لها امشيها على وامشيها على الفيزل نفسها، فانا عايز اعرف البرنامج ان السبورت ده جزء من الفيزل. تعال نقول مثلا انا عايز هنا ايه عايز اعمل ممبر ستراكشر، فتعال عشان نعمل ممبر ستراكشر الاول نعمل لاين. تعال نشوف السناب الاول، انا عايز سناب بقول له نيرست تانجنت بربندكولار، انا عايز ميد بوينت او اند بوينت والسنتر بوينت والنود، وهاجي هنا اقول له لاين. وعند الفايب زي ما قلت لحضرتك انا هعمله سبورت على ال استدل نفسها، انا اعمل مثلا اللاين ده بطول 1 متر 1000 ماشي. يبقى احنا عملنا اللاين ده وانا كل اللي محتاجه ان انا يجي عند اعمل لاين تاني خلينا نجيبه عند الميد بوينت ده وبطول برضه 1000 وهسيبه زي ما هو. هاجي اعمل لاين ال مسافه وهاجي عند السنتر بوينت اول ما يقلب معايا مثلث علينا هي النقطة دي عامة، وهاخد منه كام مسافة واعملها 1000 واقول له انتر واقول له انتر. يبقى انا كده عملت السكشن هنا 1000 ونفس القصة عملها في الجهة التانية برضه ال مسافة وهاجي عند السنتر بوينت ده 1000 1000 وهعمل سكيب. يبقى انا كده عملت لاين هنا وعامل لاين هنا. هتيجي على ستراكشر وتقول له ستراكشر ممبر زي ما اتعلمنا المرة اللي فاتت، هقول له ممبر سيتنجز الأول وأنا عايز أعمل القطاع ده مثلا من كاميرا أي بي إي
وهعمل الانسرشن بوينت بتاعها من السنتر من فوق، وهعملها مثلا اي بي اي 200، واقول له اوكي، وهاجي اقول له ممبر، واجي عند النقطه بتاعتي عادي خالص واختار النقطه دي واجي للنقطه دي. هذا الكاميرا هي عملتها سكين. الكاميرا الثانيه ريبيت اوردر ثاني مسطره، وهاجي عند النقطه دي للنقطه دي واقول له رايت كليك انتر. يبقى انا كده عملت سبورت، يبقى انا كده عملت سبورت من الجهه دي وسبورت من الجهه دي معايا يا باشمهندس. فخلاص انا همشي البايب بتاعي عليه، بس شوف لما انا باجي اعمل سيلكشن بقف على الفيزل، هو عارف ان كل ده فيزل ما عدا ده، ده مش جزء من الفيزل، مع انه في الحقيقه هيبقى جزء من الفيزل. فانا بعمل ايه؟ بتقوم عامل ايه يا باشمهندس؟ لو سمحت بتعمل ايه؟ بتقوم مختار في عندك هنا في هوم عند الفيزل هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ اتاتش اكيوبمنت. فبتختارها. بص تحت كاتب لك ايه؟ سيلكت سنجل اكيوبمنت ايتم. انا هختار اللي ايتم من ايه؟ سيلكت اوبجكت. هذا الاوبجكت الاولاني وهذا الاوبجكت الثاني وايت كليك. اقف على الفيزل الثاني بقى الاستراكشر نفسه جزء منها. جزء من الفيزل، انا لو حركت الفيزل يمين شمال فوق تحت في اي مكان ده جزء من الفيزل، لان انا عملت له اتاتش مع الاكيوبمنت. فحتى لما حضرتك شوف السيلكشن بيختاره. طيب في اي وقت عايز الغي الاتاتش بتاعه هي نفس الخاصيه، عندك اهو خيار اسمه دي اتاتش. فين هو دي اتاتش؟ هيقول لك ايه؟ سيلكت سنجل اكيوبمنت. وعندك اهو على طول بمجرد ما سيلكت الفيزل قال لي دي اتاتش، قول دي اتاتش، قول اتاتش اوبجكتس، انا هقول له يس. لو مش عايز تقول ممكن تختار ايتم باي ايتم، خلاص اتفصلت اهي. فانا لو اخترت الاكيوبمنت او خد الاكيوبمنت لوحدها، اخترت الكاميرا دي خدها لوحدها، اخترت الكاميرا دي خدها لوحدها. تعالى نعمل الامر تاني، هنقول له اهي اتاتش، هي دي اتاتش اكيوبمنت، بقول لك اختار الاكيوبمنت اهي، اخترتها، اخترت سيلكت اوبجكت اهي واهي، اختار ان شاء الله تختار ال 1000، وتقول له رايت كليك بس، كليك يمين بيقوم قافل الامر بتاعك ويقول لك اه 1 كاونت توتال 2، خلاص هو اختار الاولاني والثاني وخلاص. اقف سيلكت عليها بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك اتاتش لكل ده. ده في حاله ايه؟ انا على سبيل المثال هاخد البايب من هنا وامشيها كسبورت بالطول على الاثنين سبورتس دول، او عايز اي اتاتشمنت. يعني مثلا جيت عملت انا بلاتفورم داير ما يدور حوالين الفيزل دي، البلاتفورم ده بقى جزء من الفيزل خلاص، انا عايزه بعد كده لما اتعرف عليه او يحركه يمين او شمال يحرك البلاتفورم معاه، مش كل شويه مثلا احرك الفيزل وبعدين احرك البلاتفورم، او يسمح انه يحصل اي حركه بالغلط ما بين الفيزل والبلاتفورم اللي انا عملته او ما بين الفيزل والسبورت. فبتعمل ايه بمنتهى البساطه؟ تختار الفيزل بتاعتك وتعمل اتاتش للاكيوبمنتس او للسبورتس اللي انت عملتها كلها. يبقى هو عارف كبرنامج ان كل الحاجات دي كلها ايتم واحد بالنسبه له. فاهم حضرتك يا باشمهندس؟ يبقى احنا اتعلمنا الامر الثاني. الامر الاخير اللي احنا هنتعلمه في الاكيوبمنت هو الامر ده اللي هو ايه؟ كونفرت اكيوبمنت، اللي احنا على اساسه بنغير شغالين بنعمل الحوار اللي شغال ورا ده. طيب على ما البرنامج خلص يا شباب انا هفتح المجال للحوار لو حد عايز يسال في اي حاجه، وده احنا بنتابع برضه. اللي عنده اي حاجه يا شباب الله يبارك فيكم. حاضر يا باشمهندس. اللي عايز يسال في اي حاجه يا باشمهندس الله يبارك فيكم. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ازاي نعمل فيرتيكال فيزل، ازاي نعمل اتاتش لاي ستراكشر او لاي حاجه على اي كيوبنت انا عاملها في المشروع. هنتعلم دلوقتي ازاي ندخل اي حاجه من بره، انت عاملها بسوليد وركس، عاملها بوتلديسك انفنتور، عاملها باي برنامج من برامج ال 3 دي موديلنج، البرنامج بيسمح كل الامتدادات تقريبا، هندخلها ازاي في البرنامج ونتعامل معاها كايتم عادي او كيوبنت. احنا هنا هنعرفها كيوبنت ونعرف النزل بتاعتها ونبدا نشتغل عليها بايبنج زيها زي اي اكيوبمنت احنا عملناها في البرنامج. لكن اللي انت اللي احنا جايبينها من بره، يعني مثلا حاجه زي منظر بني ادم او مجموعه طرق او اوفر هيد كرين او الكلام ده كله، ما بنحتاجش نعرف الحاجات دي للبرنامج، هو بس حاجه فورم ديورنج بس. هو في اكسبلوجن زي الاوتوكاد؟ اه طبعا في اكسبلوجن زي الاوتوكاد. اي ايتم من دول برضه تقدر تعمله اكسبلود، الاستراكشر ستيل اللي احنا عملناه كلاته تقدر تعمله اكسبلود في اي وقت وتعدلهم ممبر ممبر. يعني انت مثلا عندك الهاند ريل، انت عملت الهاند ريل كلاته بالريلينج، هو عامله لك، تختار الهاند ريل ويقول له اكسبلود،
هيحولوا لك لممبرز، وتقدر تعدل كل ممبر فيهم، كل سلمه، كل بصه، كل حاجه تقدر تعدل فيها اي حاجه. في أي أسئلة يا شباب؟ طيب أنا سطعت دماغكم في المشروع ده كله، وكل شوية أقول لك حاجة اسمها أزم ستاندر وحاجة اسمها أستم ستاندر. إيه قصة الأزم ستاندر والأستم ستاندر؟ إن شاء الله هنتعرض لهم المحاضرة دي ونبدأ نتكلم عليها. على ما البرنامج يخلص هنبدأ نتكلم يعني إيه أزم ستاندر واستم ستاندر، وبعدين نرجع نعمل ايه امبورت الاكيوبمنت ده ونعرفه على انه فيزل ونعرف النوزلز بتاعته. تعالى يا باشمهندس نتكلم على الازم ستاندر. الازم ستاندر هو الازم ستاندر يا باشمهندس هو ده الازم ستاندر، دي مجموعه الملفات بتاعت الازم ستاندر. الازم ستاندر ده ايه؟ اختصار للامريكان سوسايتي اوف ميكانيكال انجينيرز. الامريكان سوسايتي اوف ميكانيكال انجينيرز ده ايه؟ تعال نضرب مثال الاول ايه اللي كان بيحصل الاول وبعدين نرجع للموضوع ده. دلوقتي عبد الحليم شغال في مصنع عنده، فبيعمل تصميم لمشروع بتاعه. على سبيل المثال هو بيعمل تصميم للفلانجه دلوقتي، فالفلانجه دي عملها فحسب الديزاين كالكوليشن بتاعتها، فقال والله انا عشان اربط الفلانجه دي محتاج اربع مسامير بس كفايه، وكده يبقى هتتحمل الضغوط اللي عليها. بعدها بيومين وهو بيراجع الكالكوليشن بتاع الخط اللي جنبيه، لا والله الفلانجه دي على ضغط اعلى من الثانيه، وبالتالي عايز لها مثلا ست مسامير. كمان يومين وهكذا. جه في اخر المشروع يطلب الماتيريال بتاعت المشروع، فلا بيطلب ايه؟ عايز 10 فلانجات فيها ثلاث اخرام، و50 فلانجه فيها اربع اخرام، وست فلانجات فيها مش عارف ايه. ويروح للمصنع، المصنع طبعا مش عارف يعمل اي انتاج لانه مستني ان المهندس عبد الحليم يديله التفاصيل بتاعت التصميم علشان يبدا يشتغل عليها. عشان يبدا يشتغل عليها، فعشان يعرف عدد الاخرام والسترينث بتاعه والتخانه هنا كام والتخانه هنا كام فالموضوع ما كانش ماشي يعني. فقال لك خلاص العالم كله تتوجه في المرحله دي للستاندرايزيشن. يعني ايه الستاندرايزيشن؟ اللي هو نحط ستاندر نمشي عليه في كل مكان. فامريكا كان لها ستاندرات، اوروبا كان لها ستاندرات، وطبعا احنا مشهورين جدا بالنظام الانجليزي والنظام الاوروبي والنظام الامريكي والكلام ده كله. فالامريكان سوسايتي اوف ميكانيكال انجينيرز دول مجموعه من المهندسين قعدوا مع بعض وبداوا يحطوا ستاندرات تغطي كل مناحي الحاجات بتاعه الميكانيكا، عشان كده بيسموها الامريكان سوسايتي اوف ميكانيكال انجينيرز. طيب هما بيغطوا في ايه؟ صدقني هو بيغطي كل حاجه. هو لما بدا بالموضوع فتحت معاه، فبدا يعمل ايه؟ بدا يعمل ستاندرات للفرنجات، بدا يعمل ستاندرات للبايبنج. يعني احنا لو جينا في البايبنج بس لوحده، البايبنج بدا يقسمه، فقال لك 31 بي 31.1. لو فتحت 31.1 هتلاقي البروسيس بايبنج او ترانسميشن بروسيس بايبنج، صح؟ 31 اللي هو باور بايبنج. باور بايبنج يعني ايه؟ يعني البايبنج اللي احنا بنستخدمها في مجال انتاج الباور، مجال انتاج الطاقه اللي هي محطات الكهرباء. فعملوا له ستاندرد طويل عريض كده، قال لك كل كلمه كل حاجه واصول الصنعه بتتعمل ازاي وازاي تعمل كل حاجه فيه. يعني من اول السليكشن بتاع البايبات تعملها ازاي، الاكواد او القوانين اللي هتحسب بيها الديزاين تحسبها ازاي، كل الكلام ده كله. رجع قال لك لا والله هو الموضوع مش كده بس، اللي هو 31.1 ده اللي هو الترانسميشن بايبز اللي احنا شغالين عليه، ده الباور بايبز. لو جيت لك في الاول خالص اهو، لو جيت لك في الاول خالص اللي هو الباور بايبنج، وده لازم الكود بتاع البايبنج بتاعك، وهتلاقيه بيغطي لك كل حاجه. شابتر 1 سكوب اوف ورك والديفينيشن، شابتر 2 اللي هو بتاع ديزاين، شابتر 3 بتاع الماتيريال سيلكشن، شابتر 4 اللي هو بتاع الدايمنشنال ريكويرمنت، ايه الدايمنشن اللي انت هتطلبها، شابتر 5 بتاع الفابريكيشن والاسمبلي اللي هي اصول الصناعه اللي احنا بنتعلمها، اللي هو تلحم ازاي وتفبرك ازاي. يعني مش عايز اقول لك حتى الطريق هتحرك جنب، يعني اسمه الرايت اوف واي، هتجهز مكان جنب البايب لاين بتاعك بتعمله ازاي. غطى كل مناحي الحياه اللي هي الخبرات العمليه التراكميه اللي الناس عملوها، اللي هي بتسميها بين قوسين كده اصول الصناعه، وحط دايمنشننج اللي هو الترقيم لكل حاجه في مناحي الحياه، وحط جداول احنا بنستخدمها في الشغل بتاعنا كلها، بحيث ان ما انت ما توجعش قلبك في اي حاجه، كل حاجه بقى لها ستاندر، وانه مش كل واحد هيجي يبتدع حاجه من اول وجديد. لا في الابتداع لسه موجود، بس مش كل واحد يجي يبتدع طريقه شغل لحاجه معينه. يعني مثلا انا بعمل الاجهزه بتاعت الطريق اللي بعملها جنب البايب لاين بتاعتي، من تراكم الخبرات قال لي انه المينيمم ريكويرمنت بتاع الطريق ده هم يقلش عن 12 متر. ما تروحش انت تعمله 6، ما توجعش قلبك. ليه؟ لانه خبرات تراكميه، الناس اللي جربت حركه المعدات بتاعتهم، حركه الكرينات، حركه الكلام ده كلها، وجدوا ان المينيمم ريكويرمنت بتاعت الرايت اوف واي على سبيل المثال 12. ف
فانت ما تبداش بقى من الصفر تاني وتنسى خبرات الناس السابقه، لا هو اداك كل التفاصيل اللي انت تعملها. اكتفى بكده، قال لك لا والله ده احنا هنفتح الموضوع على البحر. فقال لك والله الباور لاينز احنا عملنا لها باور كود لوحدها، الفيول والجاز بايبنج عملها ستاندر لوحدها. يعني ايه ستاندر؟ نفس القصه، هتلاقي شابتر واحد، شابتر واحد اهو السكوب اوف ورك والديفينيشن، شابتر اثنين الديزاين كونديشنز، والديزاين كونديشنز هيقول لك على كل حاجه والمعدات اللي تستخدمها وتعمل ديزاين ازاي، كل حاجه والسماحيات والالاونسز، ولو هتعمل بوت ويلد هتعمله ازاي، ولو هتعمل لاب اسمه ايه فليت ويلد هتعمله ازاي، وكل حاجه، كل حاجه تخطر على بالك ما تخطرش على بالك كمان حطها. الحاجه الثانيه راح برضو على البروسيس بايبنج اللي احنا بنستخدمه في مجال البتروكيميكالز، اللي احنا بنسميها في بروسيس اللي هو عمليات كيميائيه بتتم، فبنسميها البروسيس بايبنج، وعملنا ستاندر هو ده برضه نفس القصه، وده ايه نفس القصه. تعال ناخد البروسيس بايبنج بتفاصيل شويه، لان هو بتاع البتروكيميكالز بتاعتنا، فهتلاقيه بدا معاك خالص من اول حاجه ازاي اعمل اول حاجه الكواليفيكيشن اوف ديزاينر. مش اي حد يروح يعمل ديزاين، ديزاينر لازم يكون معاه سيرتيفيكيتس معينه واخد ديجري معينه وهكذا عشان يعتمد كازمي ديزاينر معايا. وبعدين تعال نيجي على ديزاين بريشر، انا بحدد الديزاين بريشر ازاي، بدا يشتغل عليه بتفاصيل كتير جدا، وهيعلمك ازاي تختار او تحدد الديزاين بريشر، وبعدين الريكوايرد بريشر كونتينمنت اور ريف، وهيبدا يشتغلك عليه الديزاين تمبريتش، ويبدا يعلمك ازاي تعمل ديزاين تمبريتش وهكذا. وبعدين بعد الكلام ده كله هيبدا يحدد لك بقى يعني ايه ديزاين اسمه ايه الفايبريشن بنحسبها ازاي، الارثكوك بنحسبها ازاي، الويند بنحسبها ازاي. هو مش شرط يشرحها لك، بس هو بيعملها لك، بيقول لك مثلا ايه على سبيل المثال الويند ذا افكت اوف ويند لودنج شال بي تيكن انتو اكونت ان ذا ديزاين اوف ذا اكسبوزد بايبنج. يبقى انت عندك اي اكسبوزد بايبنج يعني البايبنج اللي فوق الارض كلها لازم تحط لها الويند كالكوليشن بتاعتها. The analysis consideration and loads may be desired as per ASCE 7. هو عامل لك ريفير للستاندر اللي هو ASCE 7 ده، اللي انت هتروح تجيب منه الاحمال بتاعتك وهتحسب منه الويند لودز هتتعمل ازاي والقصه دي كلها. وهكذا. دخل على الارث كوك وعامل لك ريفير، دخل على الفايبريشن وعامل لك ريفير وهكذا. ماشي يا محمد. بعد كده دخل على الديزاين كارتيريا، انت هتعمل الديزاين ازاي اصلا؟ ويبدا يعلمك ازاي تبدا الديزاين اصلا والسماحيات اللي فيه، ولما تيجي تعمل كذا خد بالك من كذا، ولما تيجي تعمل كذا خد بالك من كذا، وهكذا التوجيهات كلها. وبعدين يخش لك على ايه؟ على الديزاين كومبوننتس اللي هو ايه؟ تعال نتفق الاول انه انواع البايبات اللي عندنا ايه؟ بص يا سيدي. اولا طريقه سباكه المعادن، ايه الماتيريال الاكسبليند مش عارف السيكنس بتاعك، الستيل اللي هو اقل من خمسه، الابليكابل ستاندر بتاعك اللي هو الاس تي ام هنتعرض له كمان شويه ايه 4 4 6، والاكسبتنس ليفل واحد برضه هوريها لك ازاي هناك، والاكسبتابل ديسكوندنج وهكذا. المهم مش عايز ادخلك في تفاصيل ما يهمناش. بعدين جالك على حاجه اسمها اللونجيتيودنال ويلد جوينت، وبدا يحط لها فاكتورات، وعايز يعرفك مثلا البايب ان هي القويه والبايب ان هي الضعيفه، ونبدا نحط لها. فقال لك مثلا دي برضه هنتعرض لك كمان شويه انواع البايبات، وبدا يعرفنا انواع البايبات، هنتناول الجدول ده ان شاء الله كمان شويه بالتفصيل. وبعدين اول حاجه بدا يقول لك خلاص يلا بقى نعمل ديزاين، تعال اول ممبر عندك في الديزاين الكلام ده الالاونس ازاي. اول ممبر عندك في الديزاين هتعمله ايه؟ البريشر ديزاين اوف كومبوننتس. اول حاجه الستريت بايب، الستريت بايب عملها ديزاين ازاي يا عم؟ قال لك والله التي ام اللي هو ايه المينيمم ريكوايرد سيكنس، او ذا ريكوايرد سيكنس اوف ستريت ريكشن از ديترمايند باي الكوردانس دي. التي ده اللي هو المينيمم سيكنس ريكوايرد بيساوي ايه؟ بيساوي تي زائد سي. ايه يا عم التي وايه السي؟ هتبقى بدا يفصل لك يعني ايه السي ويعني ايه الدي، وبعدين هيحط لك معادله غريبه كده انه الستريس اللي عندك او الجامع بتاعتك بيساوي دي زائد 2 سي على دي زائد دي زائد 2 سي وهكذا. ويبدا يحط لك مثلا التصميم بتاع ستريت بايب اندر انترنال بريشر. المعادله دي هي نفس المعادله اللي احنا كنا بناخدها عندنا في الكليه، فاكر انت ان السكنس كان بيساوي البريشر في الدي على 2 في السكنس الخارجي اللي هو ايه؟ فاكر انت الجامع، انا مش عارف اكتب دلوقتي، اللي هو ايه؟ انه البريشر في الاريا، انه البريشر اصلا او السترينث بتاعك بيساوي بريشر فورس على الاريا. الفورس بتاعتك اللي ايه؟ بريشر في اريا على الاريا الثانيه. المهم دخل بقى في المعادله بتاعتك شويه باراميترز، ايه الباراميترز؟ عندك حاجه اسمها الاس اي وحاجه الدبليو وحاجه اسمها البي وحاجه الواي، وبدا يشرحهم لك واحده بواحده. طبعا انت عارف ان الستريت ران بايب دي بتصنع، طب طريقه الصناع بتاعتها تفرق معانا؟ تفرق معانا، يعني هي لو سيملس بايب مش هيبقى عندنا ريدكشن فاكتور، هنتناول النقطه دي كمان شويه. لكن هي لو بايب ملحومه يبقى عندنا في لحام، واللحام ده له قوه، ولازم نحط ريدكشن فاكتور، يعني حاجه تكبر السكنس في المعادله بتاعتك
على حسب البايب اللي انت بتستخدمه. لو رحنا للجدول اللي احنا عدناه من شويه كده هتناوله، في عندك بايب بيتعمل حاجه اسمها فيرنس بات ويلد او كونتينوس ويلد، يعني نص البايب من الجهاد ونص البايب من الجهاد ملفوف معمول له رولينج، وفي لحام من جوه في فرن. هو التايم اوف سيم هو ستريت، يعني السيم اللي هو السيم اللي هو نقطه اللحام بتاعك هو خط مستقيم على طول البايب، وده الريدكشن فاكتور بتاعه بيديك 16، يعني احنا خسرنا 60، يعني خسرنا 40% من قدره البايب على التحمل الاحمال. وبالتالي لما اجي احط في المعادله بتاعه الديزاين بتاع الكالكوليشن، احط المعادله بتاعه الديزاين بتاعي، لازم ابقى واخد بالي ان انا باخد بايب فيها لحام، واللحام دي ويكنس بوينت يعني نقطه ضعف في البايب، وبالتالي لازم احط لها ايه ريدكشن فاكتور في الديزاين بتاعي عشان ارفع السيكنس انه يتحمل الضغط وهكذا. عندك حاجه اسمها الالكتريك ريزيستنس ويلد، ان شاء الله برضه هنشرحها كمان شويه، ده الفاكتور بتاع 85% وهكذا. عندك السنجل بات ويلد بايب برضه هنشرحها كمان شويه الريدكشن بتاعها، لو انت معمول على حسب الريكوارد في الكود بتاعنا 8 من 10، لو هتاخد لها 100% راديوجرافي 9 من 10، 100% من الراديوجرافي يبقى هتحط فاكتور واحد، يعني صورت كل الويلدنج بتاعك واطمنت له ممكن تحط الفاكتور بتاعك بيساوي واحد. لا والله انت واخد نسبه 10% مثلا او واخد سبوت على بعض الاماكن يبقى انت هتعمل ايه؟ هتعمله 9 من 10 وهكذا. يبقى ده الريدكشن فاكتورز بتاعتك. اللي عايز اقوله لك ان احنا ما بنعمل اي حاجه، احنا بنخش على اسب ستاندر ونقول له يا عم انا اعمل تصميم في النقطه دي ازاي واعمل تصميم في النقطه ازاي، وهتلاقيه مديك معاه اكتر معادله. المعادله السيمبل البسيطه اللي خالص ده دي اللي بنستخدمها في الكربون ستيل بايبس، هي فين؟ فين 3 1 3 ايه؟ اللي هي المعادله السيمبل دي بنستخدمها في الكربون ستيل بايبس. 3 بي لها استخدامات ثانيه اللي هي في الفريتك بايبس ومش عارف والبايبات اللي هي فيها زي البي في سي بايبس اللي هي لاب تو لاب بايبس. في معادله ثالثه، في معادله ثالثه، يعني كل نوع من انواع البايبات هيخش لك له باراميترز بتبدا تشتغل، وهتلاقي برضه ريدكشن فاكتور في حاجه الكوفيشنت اللي هو الواي ده اللي هو مرتبط بدرجه الحراره. هتلاقي عندك مثلا الفريتك اللي هو البايبات الحديد بتاعتك الريدكشن فاكتور بتاعها عند درجه الحراره 482 درجه سليزيوس هو 4.10، عند 510 هو نص وهكذا. ده برضه ريدكشن فاكتور ان هو درجه الحراره انت شغال عليها كل ما تزيد كل ما قوه المعدن للتحمل بتقل وهكذا. وبعدين يبدا يقول لك لا والله يعني عندي حاجه اسمها ستاندر البو وحاجه اسمها فابريكيتد البو واعمل ده ازاي واعمل ده ازاي وهكذا. الشاهد من القصه انه عندنا تفاصيل كتير جدا جدا لكل حاجه، والازم ستاندر غطت لك كل الكلام ده. طيب نفس القصه عند الفلنجات، الفلنجه دي ليه اسمها ريزد فيس وليه اسمها كلاس 300 وكلاس 400 والكلام ده جه منين؟ برضه هو الازم اللي حاطط لك ستاندر ليه؟ في برنامج انا بعت لكم اللينك بتاعه النهارده، في برنامج انا بعت لكم اللينك بتاعه النهارده على الجروب بتاع الواتساب اسمه برنامج بايب داتا. البايب داتا ده من اهم البرامج اللي احنا هنستخدمها، وان شاء الله هيبقى محور صميم المحاضره بتاعتنا النهارده. تعالوا نبدا نشتغل في اول حاجه من انواع البايبنج. دلوقتي احنا عرفنا الازمي وقلنا ان الازمي هو اصطلاح عملوه مجموعه المهندسين الامريكيين لكل انواع البايبنج وكل حاجه بنستخدمها في مجال البايبنج واي حاجه لها علاقه بالمواضيع بتاعتنا دي كلها. يعني انا البايبنج بس في الاستاندرات دي، لكن هو مغطي كل حاجه. يعني مثلا ايه الاوتوماتيفز، التشينز، الكونفيرز، الكرينز، الدروينج اند الترمينولوجي، عامل ستاندرد كامل ازاي تعمل اللوحه نفسها، في ستاندرد ازاي تعمل فولدنج للوحه، يعني اطبق اللوحه ازاي وهكذا. الباكت اليفيتورز، الفاستنرز، المسامير، الجيجز وهكذا. فالفكره من الموضوع كله يا باشمهندس ايه؟ ان انت بقى عندك ستاندرد لكل حاجه، فما توجعش قلبك وتقول لي لا والله انا هعمل ديزاين كالكوليشن والرقم اللي يطلع معايا امشي بيه، هي مش كده. الديزاين كالكوليشن نفسها لازم تمشي فيها على لازم ستاندر. ليه لازم ستاندر؟ لانه تراكم خبرات كبيره جدا من الناس حطوها وحطوا في عين الاعتبار كل البارامترز اللي هتاثر معاك في الموضوع، فما ينفعش انت تبدا من النص. الحاجه الثانيه هو موضوع الدايمنشننج. انا قلت لحضرتك ان عبد الحليم من شويه كان عامل تصميم وعمل الفلانجه 4 اخرام وبعدين 3 اخرام وبعدين فورمين، وبالتالي المصانع كلها مستنيه عبد الحليم يعمل التصميم، وبالتالي وقفنا فكره البالك برودكشن ان المصنع يبقى خط انتاج وشغال بينتج، وانت لما تحتاج حاجه بتروح تطلب التصنيع اللي بيعمله المصنع. فعشان كده عملنا حاجه اسمها الازم ستاندر. الازم ستاندر ده بيدينا دايمنشن لكل حاجه. يعني انا هنا مثلا في البايبات على سبيل المثال، بتيجي في بايب ده فتحتها بتختار بايب منيو البايب. البايب هو بيعمل لك كلاسيفيكيشن عن طريق البايب سكيدجول وبايب باي وول سيكس. بايب سكيدجول هي نفتحها، لو جيت قلت له ده عادي بس بعمل له هايد وخلاص، هتلاقي البرنامج شغال معاك وكل الخصائص اللي فيه شغال. البايب 6 بوصه نومينال بايب سايز، ان بي اس اللي هو النومينال بايب سايز.
والسكادجول بتاعها ستاندر. يعني ايه سكادجول؟ ده اصطلاح عملناه عشان نحدد السيكنس بتاع البايب، عشان برضو عندنا ستاندر سيكنس، لما نحتاج بايب معينه بنروح للسيكنس ده. ولما حضرتك تروح تعوض في الفورمولا اللي فاتت دي، اللي هي المعادله اللي فاتت تحدد السيكنس بتاع البايب، لازم توفقه مع اول ستاندر سيكنس ماشي معانا. يعني مثلا ممكن انا طالع مثلا معايا سيكنس 6 من 10 في البايب اللي هي مثلا ايه 8 بوصه، طالع السيكنس مثلا كام 5 مللي، 5 مللي هروح بقى اقول له الستاندر كام 8.18 من 100، اقل من الستاندر 30 7، طيب ال 20 6، طيب ال 10 3، يبقى ما ينفعش ال 10 هروح لل 20، يبقى انا لازم اوفق مع الستاندر. مع ان السيكنس الستاندر طالع معايا 5 مللي، الا اني لازم اروح للسيكنس الاعلى منه، لان ده المتوفر في السوق. ليه متوفر في السوق؟ لان المصانع كلها شغال عارف انه ده بالطلب، جدول ال 20 بالطلب، فانا شغال بصنع منه كميات وارميها اشونها عندي. لما عبد الحليم يطلب هيلاقي الكميه اللي عندي، يبقى كل اللي مطلوب منه انه يحول لي الفلوس ابعت له الماتيريال، يبقى احنا خلصنا، مش هيستناني المصنع. طيب هتلاقي تحت كده مكتوب الازم ستاندر اللي بيغطي لك القصه دي. الازم ستاندر الدايمنشن دي جايبينها منين؟ من ازم بي 36.10 ام، او التعديل بتاعه اللي هو اصدار 2018 اللي هو 19 ام، اللي هو 36.19 ام هو. طيب يبقى احنا عرفنا البايب. البايب بتتحدد بخاصيتين، اول خاصيه فيها اللي هو السايز بتاعك، وثاني خاصيه فيها اللي هي السكيدجول بتاعك. يعني لما اقول له مثلا 12 بوصه جدول 60 سايز سكيدجول، جدول بوصه 12 بوصه جدول 60، بمجرد ما اختار الاثنين دول هيرسم لي الابعاد كلها، الاوتر دايمتر والانر دايمتر، ويسيبك من النص قطر ده، وبعدين هيرسم لي السيكنس بتاعها. السكيدجول زي ما قلت لك هو اصطلاح بيغير السيكنس بس، يعني كل ما نغير السكيدجول السيكنس بس اللي هيتغير. السيكنس طبعا هيغير ايه؟ الانر دايمتر، الانر دايمتر هيتغير لانك اتغيرت السيكنس وهكذا. يبقى السكادجول ده هو اصطلاح عملناه عشان نحدد منه السيكنس بتاع البايب، اصطلاح مش اكتر، ما توجعش قلبك فيه. طيب والبايب بتتحدد بايه؟ بسايز وسكادجول. طب انواع البايبات اللي موجوده في السوق ايه؟ عشان مش ده بس اللي احنا بنستخدمه. انواع البايبات اللي موجوده في السوق، هنيجي النوع العامه ريد هارت. ريد هارت الراجل ده الموقع ده اللي هو هارد هات ده انجينير، الواد ده بصراحه عامل موقع محترم جدا وفيه تفاصيل كتير جدا وجميله جدا. هنا وهتيجي على البايب لاين وتقول له بايب جاهز. انا اللي يهمني منها طبعا ده هيبدا يشرح لك يعني ايه البايب، وبعدين بايب سايز سكيدجول يعني ايه، والسكيدجول تشارت، ويجيب لك التشارت دي اللي احنا غطيناها بالجدول ده، وبعدين في حاجه اسمها البايبين كلر كود، ده بتختلف من شركه لشركه. اللي تهمني ده اللي هو البايب سيملز ويلدد بايب والمانفكشر بايب، انواع البايبات اللي موجوده. انواع البايبات اللي موجوده عندنا ايه؟ تعالى بس هجيب لك الكلاسيفيكيشن بتاعها في الاول بس اللي هو البايب بايب. انواع البايبات، البايب عندنا نوعين، يا سيملس بايب يا ويلدد بايب. السيملس بايب خلاص كده السبيسيفيكيشن بتاعتها خلصت، مجرد ما سيملس يعني ايه؟ يعني مصنوعه بطريقه ما فيهاش اي الحام، طريقه الضرفله او السحب العميق او لها حوالي اربع او خمس طرق بتستخدم داتا. اللي يهمني ان هي بايب متصنعه جاهزه ما فيهاش الحام، وبتصنع على السخن يعني ما فيهاش اجهادات داخليه، او بنعمل لها ستريس ريليف في الاخر اللي هو ايه؟ بنشيل الاجهادات بتاعتها. ودي احسن انواع البايبات واغلاهم على الاطلاق، لان طريقه التصنيع بتاعتها كومبليكيتد جدا. والولد ده حاطط فيديوهات ممكن حضراتكم تتفرجوا عليها، وده الموقع بتاعه ان شاء الله هبعته لكم برده على الجروب بتاع الواتساب. الويلدد بايب فيها حاجتين، يا هي سبمرجد ارك ويلدد اللي هي ساو، وبرده هناخد تفصيلها دلوقتي ونعرف بتتلحم ازاي، يا هي اي ار دبليو او اي اف دبليو او اتش اف دبليو، هم الثلاثه اختلاف بس طريقه الالحام، اللي هو الكتريك ريزيستنس ويلدد اللي هو بيلف البايب، هي البايب بيعمل لها رولينج ويجي عند النص بتاعها يعمل عليها الكتريك ريزيستنس عالي، فيحصل ايه؟ يحصل ويلدنج بالالكتريك ريزيستنس، يعني هو بيزقهم على بعض وبيولد فرق جهد، يعمل ايه؟ يعمل انصهار في منطقه اللحام فيعمل الكتريك ريزيستنس ويلدنج، او الكتريك فيوجن ويلدنج، هي وهكذا. الساو اللي هي السبرجيت ارك ويلدنج اللي هي هنا في سلك اللحام بنلحم بيه، ودي نوعين، يا ستريت ساو اللي هو شريط اللحام بتاعه يا طولي، يا سبايرال اللي احنا بنشوفها في عمدان الاناره، برضه هوريكم الصور بتاعتها. الستريت ده يا سنجل سيم يا دبل سيم، يعني يا لحام واحد يا لحامين. تعال بقى نروح لاشكالهم وتفاصيلهم في السيملس بايب والنون سيملس بايب. ده السيملس بايب هي بتبقى مصانع عملاقه جدا، وممكن حضرتك تتفرج على الفيديو ده بالتفصيل في الصوت. دي انواع اللحام ممكن حضرتك تتفرج عليها، اللي هي المراحل بتاعت اللحام بتاعتك، ان هي اصلا بتاخد من رود مقفول وبعدين يسخن عليه ويعملوا عمليه ضرفله وحاجه بتزق في النص ويطلع في الاخر يسخن وبعدين وهكذا، اللي هي مراحل ضرفله طويله جدا وقصه كبيره يعني. وواضح خالص من طريقه التصنيع بتاعتها لما حضرتك تتفرج على الفيديو ان هي بتبقى بالك برودكشن. في طريقه ثانيه اللي هي الفورجنج بروسيس، اللي هو برده نفس اللي حضرتك شايفه ده، قالب وبيدق عليه بقالب ثاني
يطلع منه ايه البايب بالمنظر اللي حضرتك شايفه وهكذا. يبقى ده مين؟ ده السيمنس بايب. وواضح من طريقه التصنيع بتاعتها ان هي كومبليكيتد، وبالتالي بتبقى ميجا ما اسمها ايه ميجا فاكتوريز، مصانع عملاقه، وتكلفتها عاليه، وتكلفه تصنيع عاليه، وبالتالي هي من افضل واغلى انواع البايبات الموجوده في السوق. الانواع الثانيه من البايبات ده برضو طريقه ثانيه لتصنيع سيمنس بايب. لو حضرتك بس اتفرج على الفيديوهات هتعجبك خالص، والمهندس ده مكفر الحاجات دي بطريقه جميله جدا. الانواع الثانيه من الانواع البايبات دي كلها مراحل تصنيع سيمنس بايب. الانواع الثانيه من انواع البايبات اهي زي ما قلت لحضرتك، هو رول حديد اهوت بنفكه ونعمل عمليه رولنج للبايب، وبعدين عندنا مرحله اللحام انا لفيتها وبقى عندي منطقه لحام هنا، بلحم البايب وبعدين بعمل معالجه حراريه للبايب واطلعها تقطيع على الماس. واضح خالص ان خط الانتاج صغير وان العمليه سهله خالص، هو شيت وبعمل له رولنج على حسب السايز بتاعي واطلع البايب. دي اللي اسمها ايه؟ اس اي دبليو سبمرجد ارك ويلدد بايب مانفكشرنج بروسيس. ودي قلنا منها نوعين، اللي هو اللي هو اللون الجديد المالسين، اللي هو الكلاسيفيكيشن اللي احنا وريناه لكم شويه. اللون الجديد المالسين يعني فيه خط شريط لحام واحد او اثنين، يعني واحد من فوق او اثنين، احيانا بيبقى واحد من فوق واحد من تحت، نلحم من فوق نلحم من تحت، وبالتالي الرولنج بيبقى ايه البايب نصين. وفي سبايرال اللي هو ايه ملفوف زي ما حضرتك شايفه كده، وبرده نفس القصه، اللحام احيانا بيبقى من فوق من تحت من جوه من بره، واحيانا بيبقى من جوه بس. شايف اللحام اهو من جوه من بره. ويلدنج سيت اب في ارينجمنت بتمشي على البايب كده، بيبقى نصها من تحت ونصها من فوق، وبرده هوريها لك في الازمه ستاندرد وهنعرف طبيعتها. فاكر حضرتك التفاصيل ده؟ لو سمحت خليك معايا وتعالى نرجع للازمه ستاندرد ونشوف افضل نوع فيهم ايه، لان احنا تناولناه من شويه. اللي هو الجدول الطويل العريض ده، احنا قلنا السيمنس بايب دايما الفاكتور بتاعها او الرودكشن فاكتور بتاعها بيبقى واحد اللي هي ده. احنا قلنا خلاص السيمنس خلاص اللينجيتيودينال اهي، الاف بي دبليو بايبس او الكونتينوس ويلد بايبس او الفيرنس ويلد بايبس هي دي اللي احنا قلناها، بيبقى فيها سيم واحد طولي. شايف الريدكشن فاكتور دي 6 من 10، يعني انا بخسر 40% من متانه البايب لمجرد ان هي معموله بدي معايا. طيب الالكتريك ريزيستنس هنا هو عملها في فرن وعمل لحام بطول وطلعها، طب انا لو عاملها الكتريك ريزيستنس يعني في سلك الحام، وسلك الحام هو اللي بيلحم، ده بيبقى امن بكتير. شايف هنا رفعت الكفاءه من 60% ل 85%، يعني انا الريدكشن فاكتور بتاعي 15% فقط، وده كده يبقى انا ايه طلعت بايب اكفى. في حاجه اسمها الالكتريك فيوجن ويلد. الالكتريك فيوجن ويلد هي نوعين اللي انا وريتها لحضرتك من شويه، في لحام واحد يعني انا بلحمها بس من بره، وفي منها نوعين ويز اور ويزاوت فيلر ميتر، يعني انا ممكن احط حديد في النص والحم عليه من الجنبين اسيحه وسط سلك اللحام، وفي منها من غير لحام. هتلاقي هنا از ريكوارد باي سبيسيفيكيشن ان ذا كود، وهنا يعني المهم ان انت لو عملتها ستريت اور سبايرال الكفاءه بتاعتها بتبقى حوالي من 8 من 10 لو انت عملتها على حسب الكود، يعني ايه يعني صورت قليل. هنا خدت سبوت راديوجرافي، هنا لو ما صورتش خالص بتطلع 8 من 10 الريدكشن فاكتور 20%، يعني خسرت 20% من قوه البايب. لو صورت عند بعض الاماكن بنسبه معينه من الجدول على حسب الجدول اللي هو البار اللي هو شرحها 341.5.1 في نفس الكتاب ده، يبقى هو تاخد 9 من 10. لو صورتها 100% يعني انت مصور اللحام يعني واثق 100% من جوده اللحام في كل مكان، بتحط الفاكتور بتاعك واحد زي السمنس. وطبعا التصوير بيبقى غالي جدا فما بنعملش القصه دي. في حاجه اسمها دبل بطول، بنلحم من جوه من ورا اللي انا وريتها لك من شويه في موقع ريد هارد انجينير، اللي هي ده شايف في ارنجمنت كده بنلحم من بره ومن جوه، فبتديك دبل بطول اللي هي دي، هذا بطول من جوه وبطول من بره. دي نفس القصه، لو ما صورتش تاخدها 85%، لو صورت بنسبه 10% تاخدها 9 من 10، ولو صورت بنسبه 100% تاخدها كام؟ 1%، وهكذا. يبقى احنا اتكلمنا انه البايب سيمليس هي افضل بايب، وانت دلوقتي اكيد فاهم يعني ايه سبريج الارك ويلد بايب اللي هو لما اقول لك ساو. وطيب شايف البايب اللي عليها شريط اللحام ده بالطول بنسميها ال ساو، يعني لونجيتيودينال سبمرجد ارك ويلد بايب، لونجيتيودينال سبمرجد ارك ويلد بايب ال ساو. طيب لو فيها سبايرال بنسميها سبايرال سبمرجد ارك ويلد بايب. ماشي، يبقى احنا هنعرف المسميات عشان بعد شويه لما نبدا نتعرض لها نبقى عرفناها. يبقى انا كده غطيت لك انواع البايبات، وهي دي المعلومه اللي انا عايز اقول لك عليها عن البايبات. ماشي يا باشمهندس، عرفنا يعني ايه لازمي. هو كل اللي يهمني منك تعرفه دلوقتي حاليا ان هو اصطلاح، اصطلحناه لكل حاجه وحطيناه في اصول الصناعه،
ان انا لما اجي اعمل اي حاجه عندي مواصفات فنيه معينه بمشي عليها، ما بروحش بقى ايه ابتدع من نفسي، وبالتالي يبقى المجال مفتوح للغلط. معلش يا شباب انا هرد على الاسئله دي كمان شويه. دلوقتي هو البرنامج خلص تصدير الملف اهوت، هعمل هنا اكسكيوت اول اوف يو دروينج، هو هيروح هو ايه من نفسه يفتح صوره دوركس ويفتح لي الملف، هتفرج عليه وبعدين هنصدره ونبدا نسحبه في البرنامج عنه. نرجع للموضوع دلوقتي يا شباب قبل ما نخلص. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على الازمي، وقلت لك هو اصطلاح هنتعرض له كل شويه، كل شويه هتلاقينا بنتكلم عليه، وكل شويه هتلاقينا بنرجع له، وهوريك الاكواد من جوه. يعني انا ما بحبش دايما ان انا اخدك على عماك واقول لك ده ازمي وبرجع للازمي، لا الازمي كلها ان شاء الله هبعت لكم لينك كمان شويه تقدر تدونه، هو بفلوس غاليه جدا على فكره، وتقدر تشوف فيه كل حاجه. تقدر تشوف فيه كل حاجه، وان شاء الله كل ما نتعرض لحاجه وخصوصا في مجال التصميم انا هقول لك بنعملها ازاي في الصناعه في الشغل بتاعنا، وازاي تخش على الازمي وتطلع الريتنج بتاعك، خصوصا لما نيجي عند الفلنجات هوريها لك بالظبط. ده البارت بتاعنا اهو. البرنامج صدره لنا بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده، كلاته بارتس وعمل الاسمبلي بتاعته. ده اسمبلي 89 بارت، عمل له 89 بارت وبيعمل لهم الاسمبلي بتاعهم اهو. وماشي يا عم اعمل له ريبيلد زي ما انت عايز. شايف الاسمبلي عامله ازاي؟ حاجه تحفه. انا بصراحه يعني بيستهواني قوي ان انا اقعد اتفرج على البرنامج وهو بيصدر بصوره دوركس، واقعد اتفرج عليه بالمنظر اللي حضرتك شايفه. طيب انا عندي حاجه زي كده عايز اعملها سكيدا عادي خالص، انت في صوره دوركس في بيت صوره دوركس اعمل شويه ستراكشر ستيل، عايز احط شويه بايبنج كومبوننتس على ادسون في صوره دوركس ادسون، عندك سوليد دوركس روتنج اهي ماشي، وتقدر تحط شويه بايبنج وركس هتلاقيه فتح في التول بوكس بتاعتك، تقدر تحط شويه الديزاين تيبل هنا في الروتنج. انا منزل حاجه اسمها الازمي او البايبنج، الازمي اهو تقدر تنزل بقى اي فيتنج من هنا وتحط اي كومبوننت دراج اند دروب بس. المهم يعني الشاهد من القصه انت تقدر تعدل اي حاجه او تاخد الاسمبلي هي زي ما هي، هتيجي هنا فاين وتقول له سيف اس. فين سيف اس؟ سيف اس. هنطلع البارت بالامتداد ده يا باشمهندسين، وده عن تجربه يعني اكتر حاجه انا ممكن اطلعها اسمبلي، بس بيبقى تقيل جدا جدا في سوليد وركس وبياخد وقت كتير جدا على المستورد ده. شايف الاسمبلي ده اللي هو الباراسوليد اكس تي او اكس بي، ده عن تجربه احسن امتداد وبيطلع الملف باخف مواصفات، بيبقى خفيف جدا الملف وبتتعامل معاه بسهوله جدا. ماشي يا باشمهندس، انا هسيب الديفولت الاعدادات الافتراضيه وهسميه الملف ده واحطه بس على الديسك توب عشان نسحبه. اهو على الديسك توب اسمه BQ07204XT وهقول له سيف. هو دقيقه واحده هيبقى خلص السيفنج بتاعته. هو طلع لنا دلوقتي الملف بتاعنا، هو الملف ده شايف مساحه الملف نفسه قد ايه؟ 6 ميجا. على فكره انا الاسمبلي نفسها حاجه ب 60 ميجا، لو طلعت اي ملف كان بيبقى تقيل جدا، 6 ميجا ده دمه خفيف جدا. هنيجي بقى في البرنامج بتاعنا سوليد وركس وهاجي اهو، تعالى اول حاجه نختار جريد عشان ما فيهاش اصلا جرافيكس، ونقول له ايزوليت ونقول له ايزوليت اوبجكت عشان يعمل لنا هايد لكل الحاجات الثانيه دي. وهاجي اهو اقول له ايه انسرت امبورت امبورت، وهختار على الديسك توب واختار الاكستنشن اللي انا عملته اللي هو الاكس تي ار اللي هو ده، هتلاقيه جاب لك اهو باك 07 2004، واقول له هيقول لك ان هو يور امبورتنج جوبز بروسيسنج ان ذا باك جراوند، هو شغال بيعمله في الباك جراوند، هتقول له اوكي وخلاص. اجمل حاجه ان انت تصدر لسوليد وركس ان سوليد وركس بيحافظ على الدايمنشن وبيطلعها زي ما هي، وبيطلع لك الملفات منه سكيلد واحد لواحد. احيانا كتير جدا بيحصل مشاكل في السكيل زي ما حضراتكم شفتوا معايا من شويه، ان احنا لما صدرنا ملف جبناه من على النت كان داخل بسكيل على اوتوكاد كبير جدا. اه شايف الفيزيت بتاعتنا جت عندنا اهي، جت عندنا بكل المواصفات بتاعتها بالشياكه اللي انت شايفها دي بكل المواصفات الفنيه بتاعتها. طيب كل اللي انا مطلوب مني دلوقتي ان انا اشتغل عليها شويه اعمل لها روتيت. ده الارنجمنت بتاعتنا ايه؟ تعالى نقول في الاتجاه النورث ده توب فيو، او ممكن تاخد الكورنر ده عشان يعمل لك ايزومتريك فيو. هذا الايزومتريك فيو بتاعنا انا عايز اعمل لها روتيت حوالين الاكس ده. اعمل سيلكت وقول له ار او، هتلاقي فيه انواع كتير من الروتيت، في عندك حاجه اسمها روتيت 3 دي. روتيت 3 دي ده بيقول لك سبيسيفاي فيرست بوينت اون اكسس اور ديفاين اكسس. انا ممكن اعمل ديفاين اكسس، شايف؟ في اوبجكت، في لاست، في فيو، في اكس اكسس، في واي اكسس، في زد اكسس، في تو بوينتس. انت ممكن تختار الاكس اللي انت عايز تلف حواليه. انا حاليا عايز الف حوالين ايه؟ حوالين اكس اكسس. فانا كل اللي اختاره، كل اللي اختاره اكس اكسس
وبدا يلف معايا اهو سبيسيفاي بوينت اي بوينت وبعدين ابدا الف سبيسيفاي روتيشن انجل واقول له كنترول زد تاني معلش انا غلطت في الاوردر روتيت روتيت 3 دي انا هاخده حوالين اكس اكسس وهناخد اي بوينت عليه وسبيسيفاي الانجل بتاعتك انا عايز الف كام 90 درجه في اتجاه الاكس اكسس بالظبط بس كده احنا لفينا زي ما حضرتك شفت يبقى احنا ده الارنجمنت بتاعي طيب هو ده الاكيوبمنت اللي احنا دخلناها مش مهندسين عايزين نبدا نعرفها واقف عليها ساعتين مش هيعرف اي حاجه فيها هو بيسميها بلوك ريفرنس دخلوا عنه بلوك لكن لو جيت على اي اكيوبمنت تعال نقول له ايزوليت ونقول له اند اوبجكشن ايزوليشن ونشوف الاكيوبمنت الثانيه بتاعتنا شايف الاكيوبمنت الثانيه بتاعتنا لو وقفت على اي اكيوبمنت هيقول لك ايه؟ هيقول لك والله ده ايه؟ ستراكشر فوتنج لا يا عم عايز الاكيوبمنت نفسها هتلاقيه مسميها اكيوبمنت ومديك التاج نمبر بتاعها وحاطط لك حتى الشورت ديسكريبشن ولو عايز تزود الحاجات دي اعرفك ازاي تزودها لكن تعالى دلوقتي نعرف دي على انها اكيوبمنت كل اللي مطلوب من حضرتك تعلمها وزي هتروح على الهوم فيه نوع حاجه اسمها كونفرت فين كونفرت اكيوبمنت الاوردر ده كونفرت اكيوبمنت في هنا كونفرت انفرتر انفرتر ده لو ضغطت عليه هو عامل انتجريشن كامل مع برنامج انفنتور بتاع اوتوديسك فانت بمجرد ما بتختاره بره راح بس بلين الملف وهو بيدخله عادي خالص بالسهوله لكن انت جايب الملف من اي حاجه ثانيه في عندك الخيار ده قلت له كونفرت اكيبمنت بيقول لك سيلكت الاوتوكاد او الحاجه اللي انت عايز تعمل لها كونفرت قلت له الحاجه دي ودور رايت كليك خلاص هو عرف بس هو عايز يعرف دي اكيبمنت دي ايه بقى فانا اقول له مثلا ده والله مبادل حراري هيت اكستشينج واقول له سيلكت هيفتح لك هيقول لك سبيسيفاي الانسرشن بوينت يعني انا احطه من النقطه ان ايه اختار اي نقطه انا هختار البيس بوينت ده دي مش هتفرق معانا في اي حاجه اختار النقطه هي بس على انها البيس بوينت بتاعته وخلصت كده اول ما يرجع لك هيفتح لك بقى اكيوبمنت عادي خالص كل اللي مطلوب من حضرتك هتحط له التاج نمبر هو هيت اكستشينجر وهقول له 001 واقول له اساين ولو حضرتك عايز تحط اي بروبرتيز ثانيه بتقدر تحطها عادي خالص مفيش اي مشكله هو اكيوبمنت زي اي اكيوبمنت تقول اوكي شوف انا بمجرد ما اخلص الخطوه دي اللي حصل معايا انا لو وقفت عليه هتلاقي البرنامج دخله في اللايرز بتاعت الاكيوبمنت ولو وقفت عليه شوف هو اكيوبمنت والتاج نمبر بتاعه E001 والشورت ديسكريبشن بتاعه كمان لو دخلت له شورت ديسكريبشن هيعرضه ماشي يا باشمهندس طيب انا بشتغل بقى عليه ازاي؟ لازم ابقى عارف الاكيوبمنت بتاعتي التفاصيل بتاعتي ايه تعالى اعرفك بنعملها ازاي هاجي عند النوزل اللي عايز اعرف البرنامج ان ده هي نوزل هفتح البرنامج بتاعي النوزل دي يا عم مواصفاتها الفنيه ايه؟ لازم ابقى عارفها فاضغط على دبل كليك هي كان عاملها نومينال دايمتر 14 بوصه يبقى ده 14 بوصه البريشر ريتنج بتاعها كان كام؟ كان 300 يبقى انا دي المعلومتين اللي يهموني وهي ريزد فيس ريزد فيس لو حضرتك زومت عليها شويه هتلاقيها ريزد فيس وحتى هي لو مش ريزد فيس احنا نعملها ريزد فيس ان شاء الله شويه هي اصلا فلات فيس اهي بس انا عاملها ريزد فيس عشان ما توجعش قلبك تبقى حضرتك انت عاملها فلات فيس مش هتفرق معاك طيب هتعمل ايه؟ ده دلوقتي بقى اكيوبمنت اتعرف انه ريزد فيس ازاي؟ اعمل زوم اوت كده هتلاقي مجرد بتعمل سيلكت بتاعت اد نوزل موجوده او تعمل رايت كليك وتقول له اد نوزل هنا اضافه النوزل مش زي الثاني هنا بيقول لك سبيسيفاي السنتر بص حضرتك اللي طالع قدامك ايه سبيسيفاي ذا نوزل سنتر اهم حاجه دلوقتي الجرافيكس هيبقى صعب جدا معاك عشان تحل مشكله الجرافيكس تعمل ايه لو سمحت الاول نعمل سكيب اعمل ايزوليت للاوبجكت اللي انت هتشتغل عليه اللي هو النوزل بتاعنا ده ووقف سناب للنيرست لانه كل الجرافيكس اللي ضايع مننا ده انه بيلقط كل النقط اللي عليه فعشان ما يلقطش كل النقط دي ويوجع قلبك لو سمحت تعمل سكيب سكيب على قد ما تقدر هو لسه لحد الان ما ردش عليا لانه بيعمل ريندرنج لكل حاجه في المشروع تاني انا طلعت من الامر بدات اطلع اهو وخلينا حامل اخف جهاد شويه من على الكمبيوتر نفسه صوره وركس انا ما كنتش محتاجه في حاجه هقفله طبعا عشان احتمال نحتاجها تاني اوتو بايب داتا لا محتاجه ماشي الباقي كله انا محتاجه طيب هو رجع لي اهو لو سمحت اول حاجه هتعملها تعمل سيلكت سيلكت للبارت كده اهو رايت كليك وتقول له ايزوليت ايزوليت اوبجكت عشان هو يخفف الجرافيكس شويه عن جهاز
الحاجه الثانيه انه اللي بيعمل لك اصلا مشاكل هو السناب، فانت لو سمحت اقفل السناب كلاته ما عدا السنتر بوينت، وهو لك السنتر بوينت ليه؟ لان احنا اصلا بنحدد نوزلز، وهو كل اللي يهمه انه يحدد السنتر بوينت بتاعت النوزل. بعدين هاجي عليها رايت كليك، اقول له رايت كليك، اقول له اد نوزل، وهختار النوزل ده. انا عايز اختار السنتر بوينت بتاعت النوزل، زوم على قد ما تقدر، لانك لو اخترت اي نقطه غلط هيبدا يرسم غلط، ولو بدات ترسم غلط هيرجع قلبك. اختار النقطه دي، اول ما يشوف النقطه الخضراء اضغط في اي نقطه حتى لو بعيد، وبعدين بيقول لك حدد الدايركشن بتاعه. انا مشغل الاورسو، اتاكد دايما ان انت مشغل الاورسو اللي هو في 8، او انه الخيار ده اهو شغال الاورسو مود. واعمل الاتجاه بتاعك، اطلع اي ضغط انتر اللي هو يحدد ان هو اتجاه زد المود. هيقوم فاتح لك الصفحه دي، هيسميها دي نوزل رقم واحد، اقول له نوزل رقم واحد، واقول له التايب بتاعها هي نوزل فلانجر، السايز بتاعها 14 بوصه، والبريشر ريتنج بتاعها 300، وانا اختار هي فلات فيس يا ريز فيس. هي اللي قدامي دي فلات فيس، انا ممكن اختار من هنا فلات فيس واخد فيس. حاضر، مفيش اي مشكله، فلات فيس اهي، واقول له كلوز. بمجرد ما اخترت المواصفات دي، بقت هي نوزل عاديه خالص، زي نوزل. لما تعدي عليها هتلاقيها عامل لك دايره خضراء عليها كده ان هي نوزل، وهتلاقي النوزل ايه؟ نوزل نمبر واحد، نوزل فلانجد 14 بوصه، نومينال دايميتر، فلات فيس، كلاس 300، وهكذا. حضرتك بس لو جيت على كلاس 300 واخترت 14 بوصه، وجيت على النوزل ده عملت لها سيلكت وخدت الزائد ده وطلعت منها، هتلاقيه بدا يرسم معاك. عشان كده ما رضيتش اعملها فلات فيس، انه الكتالوج نفسه ما فيهوش فلات فيس، مش مشكله. طيب انا هعدلها دلوقتي، وبعدين هقول لك ايه المشكله دلوقتي. هقول لك المشكله دي بعدين. هي الريزد فيس اهي، قول له كلوز. هو خلاص، هو 14 بوصه كلاس 300، تضغط على البلس ده ويبدا يرسم بايبنج، هيرسم معاك. اهو رسم الفلانج اهي، والفلانج عملت ميتنج ماتشنج بالظبط اهي. ده اختبار بس، انا ما برسمش بايبنج دلوقتي، انا بختبر بس النوزل. اهو شايف النوزل هي نفس المقاس بالظبط معايا، وبالتالي ما عندكش امبورتنج سكيل ومشاكل في اي حاجه. يبقى انا اتعلمت دلوقتي ازاي اعمل استيراد للنوزل او للفيزل او للاكيوبمنت، واعرف البرنامج ان هي اكيوبمنت كذا، تفاصيلها ايه، وازاي ابدا اعرف النوزلز بتاعتها. تعال نعرف النوزل اللي هناك دي اللي هو واخد لها زاويه دي. طبعا ان احنا مطلوب مننا ان احنا نعرف كل النوزلز دلوقتي. فانا هعرف مع حضرتك نوزلين كده ونفتح المجال للاسئله، وعايز ارجع للبايبنج تاني. النوزل دي انا عايز اعرف الدايمتر بتاعها، او عايز اعرف القصه بتاعتها كلها ايه. اخش على البرنامج، اختار النوزل اللي هي فيها اورينتيشن داي، اللي هي تقريبا داي نوزل واحد. البرنامج هنا عاملها نومينال دايمتر 12 بوصه، وايديت فلانج بريشر كلاسنج 300. يبقى هي نومينال دايمتر 12 بوصه وكلاس 300. ماشي، هنيجي نوت، هاجي على النوزل، اقول له سيلكت، اقول له نو، اد نوزل. بمجرد ما اقول له اد نوزل هيقول لي سبيسيفاي سنتر، وهتلاقي الجرافيكس بدا يتطور، بس مش هيضيع قوي زي المره اللي فاتت، لانه دلوقتي بيعمل سناب على كل السنترات. بدا يرجع اهو. خليك مع البرنامج واحده بواحده، وهتلاقيه شغال معاك. طبعا الجرافيكس بتاع الجهاز كل ما يكون كبير كل ما عانيش من المشكله دي. اهي النوزل بتاعتنا اهي. تعمل اوربت على قد ما تقدر، بحيث ان انت تبقى شايف النوزل كويس جدا وعارف انت بتعمل ايه. هي النوزل بتاعتنا اهي. في مشكله هتحصل دلوقتي، انا هوريها لحضرتك. اول ما يلقط الدايره الخضراء اضغط. بص انا مشغل الاورس مود، فهو مش هيشتغل معايا غير على اكس وواي. فلو سمحت تضغط اف 8 عشان الاورس مود، هتلاقي الخط بدا يتحرك معاك. اف 8 اهو بدا يتحرك معاك في كل الاتجاهات. لازم تبقى عارف الزاويه اللي انت راسم بيها الاكس ده. الزاويه دي اجيبها منين؟ روح تاني للبرنامج وشوف الزاويه بتاعت البرنامج. اهي النوزل اهي اللي هي دي، الزاويه بتاعتها كام؟ فالزاويه بتاعتها الاورينتيشن بتاعتها 215، فهي الزاويه بتاعتها 215. 215 عايزين نحولها عندنا هناك لزاويه 215. الزاويه دي لو فرضنا انه ده اكس اكسس 90، 215 ناقص 180 كام؟ ناقص 270، 215 270. المهم شايف الموضوع، تطلع لك حوالي 70 درجه 30 درجه، وات ايفر هتطلع معاك كام. كل المطلوب منك هتعمل تاب
عشان يحول لك للزاويه، وتقول له مثلا ايه هي 70 درجه وتقول انتر. هو خلاص حدد ان الزاويه بتاعتك 70 درجه، وفتح لك الايقونه بتاعتك دي اللي هي النوزل نمبر، اختار نوزل 2 او لو عايز تغير رقم النوزل وتقول له هي البالب ده 12 بوصه، هتختار من هنا 12 وهي فلانجر والبريشر ريتنج بتاعك 300، وهتختار 12 بوصه ريز فيس كلاس 300 وتقول له بلس. خلاص هو كده جاهز انه يشتغل بايبنج عليها. ولو الرقم بتاع النوزل مثلا اللي احنا 70 ده مدخلينه غلط، هتعرف ازاي؟ حضرتك بس تتاكد ان هو ان انت مشغل خط رقم 12 واعمل سيلكت على النوزل وابدا خلص اطلع بالخط بتاعك، هتلاقيه عامل زاويه ما بينه وبين الخط، شايف الزاويه راحت الجهه الثانيه خالص. اهو ده مشكله الاوربت، ده مشكله ان احنا نفتح نيرست. طيب اسهل طريقه ان انت تحل مشكله زي كده ان انت ترسم خط وتمشي عليه. اسهل طريقه ان انت ترسم خط وتعمل سناب عليه. ماشي يا باشمهندس؟ بالطريقه دي هتعرف بقى تمسكها ترسم النوزلز كلها. ان شاء الله المره الجايه هعلمكم ازاي نعمل نضيف النوزلز كلها، لان ما عادش عندنا وقت، وانا عايز اتكلم على الفلنجات اللي هو تاني كومبوننت في الموضوع بتاعنا، او ان شاء الله المحاضره الجايه هنتناول كل التفاصيل دي. انا بقول لحضرتك اسهل طريقه ان انت ترسم البايبنج كومبوننت صحيح، لو سمحت كل اللي هتعمله ان انت ترسم خط بيربنديكولار على الفيس ده، يعني هترسم خط كده من النيرست للنيرست. تعال نعملها. هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه هنرسم لاين ال مسافه، وهفتح تانجنت خاصيه التانجنت دي، وهاخد من النقطه دي او من اي نقطه تجيلي يلقط معايا تانجنت. هو لحد الان انا لاقط سنتر بس. طيب لو انا خدت السنتر يمشي معايا من السنتر ومشيت في الاتجاه ده، هو المشكله ان الجرافيكس مش مخليني اشوف حاجه خالص. تعالى ناخد السنتر مثلا الخط ده، ايوه عملنا خط اهو، وهترجع تعمل لاين تاني لاين مسافه، وتاخد من هنا لو سمحت هتختار اند بوينت، تعمل سناب للاند بوينت، الغي السنتر والغي ده واعمل بربنديكولار ماشي، وتعالى تاخد الاند بوينت ده والسناب اقعد اتحرك بيه لغايه ما يجيب لك البربنديكولار عادي. هو اصلا بيغني في مكان تاني خالص، هو رايح لاكس تاني خالص. طيب ان شاء الله هوريكم الطريقه بتاعتها المره الجايه، لان هي بصراحه واقعه مني دلوقتي. طيب احنا بنعدل المحاور بتاعتنا بطريقه اليو اس اس، ان شاء الله هوريها لكم المره الجايه. طيب انا فاتح المجال دلوقتي يا شباب للاسئله، لو في حد عنده اي اسئله قبل ما نكمل شغل البايبنج بتاعنا. في اي اسئله يا شباب؟ اه اكيد ان شاء الله يا باشمهندس عبد الرحمن، هبعت لكم كل الداتا دي. هو احنا المفروض تكون عارفين الاوتوكاد دي كلها صح؟ والله على فكره المشكله اللي انا فيها دلوقتي ان انا ضعيف في الاوتوكاد، يعني انا بشتغل اوتوكاد بلاند 3 دي بس الاوتوكاد نفسه ضعيف فيه. فان انا اعمل خط بربنديكولار او خط تاني لازم تغير المستويات بتاعتك اللي انت بتشتغل فيها، وعشان ضعيف في الاوتوكاد لازم اروح ابحث عنها الاول واحضرها. شكرا يا باشمهندس، انا ما يهمنيش ان انا اخش في تفاصيل الازمي، انا مش حابب ان انا ادوهك، الازمي كبير جدا، لكن انا كل اللي يهمني ان احنا نعرف هو دوره ايه وبنستخدمه بيه. شكرا يا باشمهندس. طيب واضح ان الشباب ما عندهمش اي اسئله، ممكن نكمل ولا الناس فصلت؟ خلونا بس نقول كلمتين بصوت خالص في الاخر. احنا دلوقتي اتعلمنا ايه في المحاضره دي؟ اتعلمنا ازاي ندخل اي اكيوبمنت ونعرفه على انها اكيوبمنت بمنتهى البساطه، ازاي نعمل فيزل فيرتيكال، وازاي نركب لها السكيرت بتاعتها، وازاي نركب بلاتفورم راكب على بلاتفورم ونوصل ما بينهم باكسس لادرز. ممكن تفتح الميوت؟ اه طبعا ممكن نفتح الميوت. باشمهندس احمد معانا؟ باشمهندس روماني لو ممكن تفتح الميوت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندس؟ تفضل. عاشت ايدك استاذ على الشرح الوافي كلش والعلميه الواضحه من حضرتك وتمكنك من البرنامج بشكل كلش كبير. الله يبارك فيك. ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله اكثر واكثر، بس كان عندي سؤال وملاحظه صغيره. تفضل. الملاحظه انه انا دائما استخدم ويا برنامج الاوتو ديسك بلانت 3 دي، استخدم الاوتو ديسك انفنتر. صراحه اسهل بالتعامل من السوليد وورك، لان تعرف يعني اثنينهم من نفس الشركه فمتكاملات. لذلك بالضبط. هاي المشكله مع النوزلات ما تعاني من عندها، لان ممكن تكون من تستورده مباشره يكون معرف لك النوزلات، فبس تعدل على البروبرتيز مال النوزل من القلم الاصفر مثل ما تسميه حضرتك، فهذا يكون يعني هذا يكون شوي اسهل. والسؤال الثاني عن البنت، اللي انت مستخدم برنامج البنت في فيزل ده تستخدمه حضرتك تعريف النوزل الفيزلات. صراحة أنا ما عندي أي معلومة عن هذا البرنامج، ممكن نستخدمه أيضا ويا الستورج تانك لو بس ويا البرجر بسو. حاضر هرد على حضرتك يا شمس. مشكور أستاذ وأتمنى لك التوفيق أكثر وأكثر. لا يبارك فيك. بص يا شمس، هو البرنامج انتجريتد توتالي مع انفنتور، بس مش هيعرف لك النزلات غير في حالة واحدة بس، إذا دخلت على اللايبراري بتاع برنامج انفنتور وخدت النزلات من عنده. يعني عرفت له ان دي نوزل والنوزل جايه من فلانجات ستاندر موجوده في اللايبراري بتاعت انفنتور نفسه، ساعتها لما بتدخل هنا بيعرف ان هي دي النوزلات وبيحدد السايز بتاعها اوتوماتيك بنفس السايز اللي انت اخترته في المكتبه بتاعت انفنتور. لكن لو حضرتك راسمها زي ما احنا بنرسم كده في سوليد وركس، عامل فلانجه مع نفسك واعملها، بيبقى الموضوع ما بيقبلوش. يعني لازم نفس الخطوات اللي احنا عملناها دي عشان حضرتك تعرف النوزلات. النقطة الثانية، برنامج بنتلي بيشتغل على كل الحاجات. على فكرة شركة بنتلي نفسها أصلا عاملة برنامج مخصوص عشان التنكات، وإن كان البرنامج ده أصلا فيه تنكات. يعني لو حضرتك جيت هنا في السامبلز، فين في السامبلز أوبن، ماشي في السامبلز، لو جيت أول حاجة أصلا فيه تنكات، وده تانك أوت، ممكن أوري لحضرتك نفس القصة وده الشكل بتاعه، والديزاين باراميترز كلها موجودة، وفتحت اي هنا حاجة هي الديزاين باراميترز كلها نفس القصة، وبيطلع الديزاين باراميترز كلها، وعملت اكسبورت اصلا التانك ده قبل كده ودخلت على الاوتوكاد. لو حابين ان شاء الله نعملها من الفترة الجاية نعملها من الفترة الجاية، واكون مجهزة سلفا ان شاء الله، مش هعمل اكسبورت قدام. فالشاهد من القصة ان البرنامج فيه كمان، شركة بنتلي عاملة برنامج مخصوص لتصميم التانكات، اللي هو مثلا ايه ده كون ديش او اند ديش ودي فيكسد، في عندك موفينج اند ديش وفلوتنج ديش، يعني في تفاصيل كتير جدا في التانك. الحاجه الثانيه اصلا ان انت لو عملت اكسبورت لده وبصيت عليه من جوه هتلاقيه عامل الاستراكشر بتاع السقف، عامل كل التفاصيل بتاعته، يعني رائع فوق ما تتخيل. فشركه بنتلي موفره البرامج دي، وان شاء الله ان شاء الله هبعت لكم لينك تحميل البرنامج وطريقه تفعيله ان شاء الله. ولو حد عنده مشكله في تفعيل البرنامج بس يتواصل معايا ان شاء الله، اعمل لكم فيديو توضيحي ازاي توصل. حد تاني من الشباب يا باشمهندسين؟ شمسين، حد عايز يسأل على أي حاجة تانية؟ شكرا يا باشمهندس عمر. طيب شباب، احنا المفروض دلوقتي نخش على احنا دلوقتي قلنا حاجة اسمها الأزمة ستاندر، في عندنا حاجة اسمها الـ ASTM ستاندر. هو احنا برضه هنعرفه بطريقة بسيطة خالص وسيمبل عشان نبقى قفلنا الموضوع ده، والمحاضره الجايه ان شاء الله هنبدا تاني من البايب نراجع عليها ونبدا نشتغل على البايب فيتنجز، نعرف انواعها ومواصفاتها وبنوصفها ازاي، عشان بس لما نيجي نتكلم على الاستم ما تبقاش تايه المحاضره. عندنا برضو ستاندر كبير جدا 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 اسمه الاي اس تي ام ستاندر. ايه الاي اس تي ام ستاندر؟ برضو عند الفايل بتاعه هبعته لحضراتكم ان شاء الله اللينك بتاع الداونلود لو حد حبه، هو برضو بالفلوس هو مدفوع، فيعني انه يكون عند حضرتك دي حاجه كويسه جدا. بص يا باشمهندس، احنا دلوقتي قلنا يعني ايه الازم ستاندر، قلنا ان هو بتناول فيه الابعاد كلها واصول الصناعه، يعني اعمل دي ازاي، اصمم ازاي، ابقى مصمم ازاي، اي حاجه ازاي معايا. لكن ما اتكلمناش خالص عن طريقه الكيميكال كومبوزيشن بتاع اي ماتيريال. يعني انا مثلا هنا ده الازم ستاندر اهو، ده الفول اندكس بتاعه. الاي اس تي ام ستاندر هو اختصار للامريكان سوسايتي اوف تيستنج اند ماتيريال، يعني احنا هنا بنتكلم في صميم الماتيريال والاختبارات اللي بتتم عليه. الاي اس تي ام كلاته مواصفات فنيه للماتيريال، بالكيميكال كومبوزيشن، بطريقه التصنيع، بطريقه السبكه، ازاي تعمل الخلطه، ازاي تحط لها هيد نمبر، ازاي تعمل لها
كل التفاصيل بتاعت السبكه نفسها، اللي هو الحاجه اللي انت هتسبك منها بعد كده فلانجه او تعمل منها ضايب او تعمل منها اي حاجه. خلونا نفتح الاي اس ام ستاندرد لو سمحتم، هوريكم حاجه فيها. فعلى سبيل المثال كده، انا مثلا لما اقول لك اي اس ام اي 105 جريد بي، حطينا اي 105 مثلا، فانت لو فتحت ايه الكلام ده كله، تعالى نعمل سورت باي ديتيلز، باي ديتيلفيكيشن سورت باي سورت فيو ديتيلز. تعالى نفتح الستاندر اللي هو اي 105. فين اي 105؟ ميوت. الشباب كلهم سامعيني يا باشمهندسين؟ دلوقتي ده الاس تيم ستاندرد. الاس تيم ستاندرد قلت لحضرتك هتلاقيه هو تكويد لطريقه تصنيع والماتيريال بتاعه الخام اللي احنا شغالين عليه. طريقه التصنيع دي اللي هو ايه؟ اللي هو تحط السبكه بتاعه المعدن نفسها ازاي. فانا مثلا ده الاس تيم اي 105، ده اسمه كربون ستيل فورجنج فور بايبنج ابلكيشن. حاضر، فور بايبنج ابلكيشن. هتيجي عليه نوت، ده الريفرنس تيبلز بتاعتك والكلام ده كله، هتلاقي هنا اول حاجه حاطط لك الكيميكال كومبوزيشن او الكيميكال ريكويرمنت، الكربون الماكسيمم بتاعه 35% المانجانيز من 6.10 ل 51% وهكذا. يعني ده الكيميكال كومبوزيشن بتاعت الخلطه اللي حضرتك هتصنع منها البايب او هتصنع منها الفلانج او هتصنع منها اي اكيوبمنت او اي كومبوننت احنا بنستخدمه في الشغل بتاعنا. فانا لما اقول لحضرتك اي اس ام اي 105 يبقى حضرتك هتيجي عليه. الحاجه الثانيه بيجي هنا يحط لك بقى ايه؟ شويه مواصفات فنيه اللي احنا بنسميها الميكانيكال بروبرتيز بتاعتي او الميكانيكال ريكويرمنت. دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني في التصميم بتاعي، بس الكلام ده عاف عليه زمان. يعني هقول لك التنسايل ستريس بتاعك بيبقى حوالي 70، 70 هتلاقي نوت في الجدول فين؟ فين الوحده بتاعته؟ المهم هتلاقي 70 لو هو 485 او 36. ال 70 اللي هو كي سي اي، يعني ايه؟ يعني المينيمم ريكويرمنت او الستايل ترانس التنسايل سترينز بتاعك، المينيمم بتاعك 70 كي اس اي او 485 ميجا باسكال. نفس القصه اليلد سترينز بتاعك المينيمم 36 او 250 ميجا باسكال وهكذا. فده هنا ايه؟ الميكانيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز بتاعه الخامه نفسها اللي هصنع منها. معايا يا باشمهندس؟ وبعدين الوول ثيكنس بتاعتك الالاونسز اللي فيها الكمبيوتد فاليو، يعني انت بتاخده بقى وتحسب الالونجيشن بتاعه وتشوف التستات بتاعتك هتطلع كام والاكسبتابل رينج والقصص دي كلها. بعد كده بيجي يخش على المعالجه الحراريه بتاعت الكومبوننت بتاعك لما تيجي تعمله، هتعمله ازاي وهتحاسبه ازاي وهتسخنه ازاي. المهم الشاهد من القصه انه ما يهمنيش كل التفاصيل دي ان انت تعرفها، قد ما يهمني ان انت تبقى عارف يعني ايه استم. استم يعني انا بتكلم في صميم ماتيريال كومبوزيشن وطريقه تصنيع الكومبوزيشن بتاعه الماتيريال نفسه. اقدر اعتمد على حاجه واحده فقط، هي الميكانيكال بروبرتيز بتاعتي في الديزاين. يعني مثلا لو محتاج اليد سترينث او الكلام ده كله ممكن اخش اجيبها من هنا، لكن غالبا الاس تم لازم هتلاقيه كاتبها لك لان هو عرف صناعي. لما تيجي هتلاقي بقى ايه في الخصائص بتاعت التستنج، يعني انا عملت الماتيريال بعمل لها تستنج ازاي والموافقه بتاعتها ازاي. تفاصيل كتير جدا هي ما بتهمناش قد ما تهم الجماعه بتوع الكواليتي، وبيروحوا يعملوا انسبكشن على المصانع ويقول والله اعمل لي اللوت بتاعي الهيت نمبر، يحط الكومبوزيشن بتاعته مش عارف يحط فيها كميه قد ايه على قد ايه، اللي هو زي شغل كيميائيين كده، اقول لك حط 5 جرام من ده على 10 جرام من ده، هو ده الاي اس ام. فانا لما اقول لك اي 105 او اي 5 ام، ام ده يعني مور سترينث يعني اقوى شويه. فاي 105 ولا اي 105 ام، تبقى انت فاهم مني ان انا بكلمك على الماتيريال جريد اللي هو المواصفات الفنيه بتاعت الماتيريال. وهتلاقي عندهم مواصفات فنيه كتير جدا، يعني هتلاقينا واحنا شغالين كل شويه البلاتات لها استم ستاندرد، المسامير الستاب بولتس لها استم ستاندرد، الصمويل لها استم ستاندرد، كل حاجه طالما فيها ماتيريال بتصنع من خامه يبقى لازم اروح اقول ان والله الخامه اللي بتصنع منها دي مواصفاتها الفنيه ايه؟ اللي هو الكيميكال كومبوزيشن بتاعها ايه؟ والميكانيكال ريكويرمنت اللي احنا عايزينها ليها ايه؟ فانا لما اقول لحضرتك اي 105 يبقى حضرتك فاهم كويس جدا ان احنا هنطلع بالميكانيكال بروبرتيز ده لو عملنا الكيميكال كومبوزيشن ده. ده اللي يهمنا اقوله لحضرتك. في شويه مواصفات فنيه ثانيه؟ في شويه مواصفات فنيه ثانيه، ان هو ايه؟ بيعمل لها تريتمنت ولا لا؟ بيعالجها ازاي ولا لا؟ بيعمل لها ريليف للستريسز بتاعتها ولا لا؟
قصص كتير جدا مش هتشغلنا اخر. اللي يهمني هنا ان حضرتك تعرف ان هو لما نتكلم عن اس ام يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ على ماتيريال وكومبوزيشن. ميكانيكال بروبرتيز اللي هي اللي احنا قلناها دي اللي ايه؟ ميكانيكال بروبرتيز وكيميكال كومبوزيشن. بس هو ده اللي يهمني فيه. لكن الازمي قلناها هو عرف الصناعه والدايمنشننج بتاع الصناعه نفسها. يعني اعمل الفلانج، اعمل الدايمتر ده بايه، الدايمنشن ده بايه، ده كام، ده كام، الكلام ده كله بنعمله في الازمي. لكن الاس ام ماتيريال وكومبوزيشن. يبقى احنا كده تعرضنا للازمي وتعرضنا للاس ام، عشان لما نتعرضه لهم في المشروع يبقى حضرتك فاهم ان انا بتكلم يعني ايه ازمي، يعني دايمنشن، يعني ايه اس ام، يعني ميكانيكال كومبوزيشن وميكانيكال بروبرتيز للايتم اللي احنا بنتكلم عليه. اتفضلوا بقى يا شباب، اللي عنده اي حاجه يتفضل يسال. احنا بكده ان شاء الله خلصنا محاضره النهارده، والموضوع مفتوح للاسئله. بص يا باشمهندس، زي ما قلت لحضرتك انه احنا عندنا الامريكان سوسايتي اوف ميكانيكال انجينيرز اللي هم المجموعه الامريكيين، راحوا قعدوا وعملوا عرف وستاندر وبداوا يعمموا الستاندر ده على كل حاجه. الجماعه الاوروبيين ما عجبهمش الموضوع، قال لهم احنا هنقعد ساكتين تانيين، فطلعوا حاجه اسمها الدين ستاندر. الجماعه اللي بيصنعوا تكتيل عملوا لهم ستاندر لوحدهم وعملوا له ستاندر. زي برضو الامريكان سوسايتي اوف ميكانيكال انجينيرز نفسها عملوا الاجر ستاندر. ايه الاجر ستاندر؟ اللي هو الامريكان سوسايتي اوف اير كونديشن هيتنج فنتليشن، اسمه فنتليشن هيتنج اند اير كونديشننج انجينيرز، مجموعه مهندسين بتوع تبريد التكييف عملوا الاجر ستاندر. هو ده الستاندر الوحيد اللي في العالم للتبريد التكييف؟ لا، كل مجموعه دول او كل دوله عملت عرف لنفسها والناس اتبعته او ما اتبعتوش. يعني احنا مشهور جدا عندنا في مصر ان احنا بنشتغل الاستراكشر ستيل على الدين ستاندر اللي هو النظام الاوروبي، ما بنشتغلش على النظام الامريكي، ما اعرفش ليه، عادي يعني. في دول الخليج كلها بنشتغل برضه على النظام الامريكي، على النظام الاوروبي، مع انه كل حاجه احنا شغالين بيها على النظام الامريكي باستثناء الاستراكشر. الهند طلعت ستاندر وسماته الاسك او الميسك، ميسك ام اي سي كي، بتاع ستاندر بتاع ستراكشر ستيل. فلذلك حضرتك لما تيجي تسطب برنامج زي برنامج تكلا ستراكشر تلاقي عندك بتاع 18 80 انفيرمنت، ميدل اس انفيرمنت لوحدها، ده الانفيرمنت، ده الانفيرمنت. ليه؟ لان الستاندرات كتير جدا والطبيعه اللي انت بتحط فيها ليها انفيرمنت ثانيه. لو سمحت يا باشمهندس عندي سؤال، اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس الدور، اتفضل. حضرتك كنت قلت لي يا باشمهندس المره اللي فاتت ان يعني ديزاين المواقع الكبيره اللي زي كده بيكون يعني اغلبها شركات مش عربيه، يعني مظبوط ولا انا غلطان؟ حقيقي انا قلت لحضرتك ما عندناش شركه بتصمم في مصر غير شركه انبي، ويعني بتدي باطن تمام. بس هو يعني انا كنت معدي بالصدفه من جنب الشركات اللي فتحت جديده في منطقه مسترد، تمام؟ انا باشمهندس سامع حضرتك يا فندم. فلقيت ان ده في تصميم عالي قوي وفي تنفيذ كبير جدا وخزانات كبيره وبايبنج محترم جدا يعني، وفي شغل عالي قوي. فمعنى كده ان دي ممكن ما يكونش اللي منفذها شركات مصريه؟ او يعني لا لا، الكونستراكشن كلها مصريين يعملوها، المصريين هم اللي عملوا الكونستراكشن تصميم لوح. لا انا قصدي كديزاين. والله يا باشمهندس انا اتمنى ذلك، والله انا حد علمي انه مثلا شركات كبيره كلها زي شركات النفط دايما الحاجات دي بيدوها لشركات عالميه. في شركات ثانيه انا عملت مثلا تصميم بسوليد وركس حتى مش بالبرنامج ده، من 10 سنين لشركه هنا في المنصوره جنبنا اسمها شركه المنصوره للرتنجات والصناعات الكيماويه، كانت شركه عامه متخصصه. فهي في شركات بتسمح بالكلام ده عادي خالص، بس هي دي شركات صغيره، لكن في العرف العام بتاع البلد ما بيعملوش يعني. تمام. عارف اقول لك ازاي؟ يعني اصلا 90% من الشغل بتاعنا ده كله في شركات الكيماويات المملوكه للدوله، وفي شركات النفط او البترول المملوكه للدوله. دايما الحاجات المملوكه للدوله بتنزل مناقصات عالميه، والمناقصات العالميه دايما ما بيبقاش لنا نصيب فيها. حتى لما بيبقى لنا نصيب فيها وشركات محليه بتاخدها، بتروح تدي تصميم لشركات عالميه عشان تخلص منها. ومش عايز اقول لك برضه ان الشركات العالميه دي بتجيب الاسم بتاعها وتيجي تجيب الصف مصريين هم اللي بيعملوا كل حاجه. لكن الموضوع اللي هو مقاول من الباطن. عادي مقاول من الباطن او حتى موظفين، يعني يقول لعبد الحليم تعال انت هتبقى مثلا اوتوكاد، انت اللي هتشتغل عندنا على التصميم بتاع الترمبات بس. ادوارد تعالى انت اللي هتشتغل على التصميم بتاع الفيزلات وهكذا. وفي الاخر خالص الكمباني نيم، اسم الشركه اللي محطوط مين؟
شركة تانية. شركة العالمية. الشركة العالمية وهكذا. تمام يا باشمهندس. طيب في اي اسئله تانيين؟ ازاي ابدا طيب طريق البايبنج؟ والله يا باشمهندس عبد الرحمن طريق البايبنج طريق مليان شوك. القصه سهله خالص يا باشمهندس عبد الرحمن، ما تقلقش خالص من طريق البايبنج. احنا هنعمله ان شاء الله، هنبدأ سوا. انا من المحاضره الجايه هنبدا بايبنج ريستنج. يعني احنا النهارده تعرضنا يعني ايه اس ام وازمي ستاندر. الفكره بس من تعرضي للموضوع ان انت حضرتك بس تبقى وير يعني ايه اس ام ستاندر ويعني ايه ازمي ستاندر، بس هو ده اللي كنت عايزه حضرتك بس من الموضوع. من المحاضره الجايه هنبدا نشتغل يعني ايه بايبات وانواعها، احنا اتكلمنا عليها النهارده، هنتعرض لها تاني بكره. هنبدا نشتغل يعني ايه فيتنج، يعني ايه في البلانشات، يعني ايه بلوف، يعني ايه الهوات، يعني كل الفيتنج اللي بتستخدم في مجال البايبنج ان شاء الله هنتعرض لها المحاضره الجايه. وما تقلقش خالص من موضوع البايبنج، القصه سهله خالص وبسيطه خالص ومفيش اي حاجه صعبه. باشمهندس ادوارد ده تصميم مثلا انا كنت عامله في سنه 2010. ده بتاع بلانت عندنا في المنصوره هنا في شركه بايبنج، كان كلها بسوليد وركس. يعني انا هو ده البرنامج اللي تعرفه انا ذاك، فعملت القصه كلها بسوليد وركس. ويعني القصه فيها تفاصيل كتير جدا بما فيها مبادل حراري اهو اللي احنا عملناه في 5 دقايق من شويه، كنت برضه عامله سوليد وركس. ده هوبر اهو، ممكن نعمل له ايزوليت. فين ايزوليت هنا؟ مش فاكر هو ايزوليت. شو هاي دايزرز، شايف الهوبر عامل ازاي؟ وده برضه فابريكناه في ورشه في الاسكندريه في العمريه، شركه اسمها البرنس. وبرضه شغل الافراد بتاع القصه دي، يعني اجمل ما في الموضوع ان احنا كنا مسؤولين عن كل حاجه في المشروع ده. شايف من شويه كنت بوريكم مخطط بتاع المبادله الحراري لما طلع لنا الافراد. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لما رحنا الورشه كان عندهم مشكله كبيره جدا في الافراد بتاع الحاجات دي. يعني الكون ده مثلا طالع بدايره ونازل على مستطيل، نعمل الافراد بتاعها والبليت يتقطع ازاي ويتعمل التطعيمات اللي فيه ازاي. انا مطلع اللوحه من 5 دقايق. ده برضو كنا بنعمله ببرنامج اسمه بليت ان شيت، حاجه صغيره خالص كده، بس كان متعب لابعد الحدود ولازم تطبع اللوحه سكيل واحد لواحد، يعني قصص كتير جدا. دلوقتي القصص دي كلها بقت سهله خالص وبسيطه خالص. تمام جدا. الاسئله يا شباب لو سمحتم، اللي عنده اي سؤال تاني الله يبارك فيكم. لو سمحت يا باشمهندس في سؤال اخير. اتفضل يا فندم. هو مجال برضو تصميم التربينات، هل ده برضو يعني غير متاح في الوطن العربي ومحتكر على الدول الاوروبيه، ولا برضو بيكون فيه بس قليل؟ بص يا باشمهندس، هو الاول انت لما تصمم التربينه هتعمل ايه؟ ما انت هتطلع لوحه، اللوحه دي لازم تخش تمام مجال التنفيذ. مين اللي هينفذ؟ مش احنا، ما احنا ما عندناش اي فاسيلتي لتصنيع التربينات، وبالتالي التربين ديزاين نفسه مش موجود عندنا. لذلك مثلا شركه زي شركه سيمنز هي اللي محتكره الموضوع، او في 5 او 6 شركات في العالم كلهم هم اللي بيشتغلوا التربينات. ليه؟ هو اللي بيعمل ديزاين للتربينه، هو اللي بيروح ينفذها. فدايما المانيفاكشرر هو اللي بيصنع. يعني مثلا اللوحه بتاعت الفيزل اللي انا عملتها لحضراتكم النهارده دي، اللي بيعمل اللوحه بتاعت ده اللي بيصنع للتانك نفسه. فاهمني حضرتك؟ يعني انا كل اللي بديهوله بديله حاجه اسمها داتا شيت. داتا شيت ايوه حاجه اسمها داتا شيت، ان شاء الله هنبدا نتعرض لها المحاضره الجايه وهوريها لكم ان شاء الله. الداتا شيت دي فيها المواصفات الفنيه اللي انا عايزها للتانك وفيها اماكن النزلات والحاجات دي كلها. لكن الاسترنس كالكوليشن الريبورت ده، الفابريكيشن دروينج، الجنرال رينج من دروينج اللي احنا بنطلعها، الحاجات دي كلها فين؟ ده اللي بيعملها الراجل اللي انا بديله الفيزل دي صنعها. هو اللي بيعمل لي اللوحه دي وبيبعتها لي وانا برجعها واعتمدها له في الاخر، ويبدا يصنع على هذا الاساس ان احنا اعتمدنا الكلام ده سوا فابدا اصنع. فهو نفس القصه، انا بقول له والله عايز تربينه تطلع لي زي 10 ميجا 5 ميجا وات ايفر، انا هشتغل بيها ايه؟ والله انا اربطها على بامب والحمل اللي عليها يبقى 1 2 3 على حسب الريكوايرمنت اللي انا عاملها. هو اللي بيعمل ديزاين كالكوليشن، بيعمل كل حاجه. انا حتى يمكن احيانا ما بيبقاش مسموح لك ان انت تحط كومنتس على الكلام ده. يعني انت مثلا كل اللي تقوله ان والله هتركب معايا ولا مش هتركب، بس لكن ان انت تخش في اي تفاصيل لا، مالكاش حق ان تخش في تفاصيل، لان لحد هو الان. اتكلم. اتفضل اتفضل. طب هو يعني موضوع تصميم التربينات وتصنيعها، هل بيكون صعب للدرجه علشان كده هو محتكر على ال5 6 شركات اللي حضرتك قلت عليهم، ولا بص هي يا الفكره فندم، ايه؟ قبل ما تصنع اي حاجه انت بتفكر ازاي تبيعها. فانت تمام لازم يكون عندك ريكوايرمنت ان انا اصنع الحاجه دي. تمام فالتصميم ده مظبوط. اخر حاجه بنفكر فيها، انا اول حاجه افكر فيها السوق، حد طالب مني تربينه او انا اقدر اصنع التربينه. كل الناس تقدر تصنع التربينه، لكن في سوق ليها انا اقدر ابيعها بالمواصفات الفنيه بتاعتي
بالتراي اند ايرور بتاعي اللي انا لسه بادئ بيه. فدايما الحاجات دي بتبدا دايما تجريبيه في البلد نفسها، انه مثلا عبد الحليم دلوقتي بيصنع او بيبني سد فمحتاج تربين، والله هو اللي بيبني لنفسه وصنع التربينه لنفسه حر، فاهمني؟ في اي مشاكل فنيه بيبدا بقى خلاص هو عمل الفاسيلتي ويبدا يطور فيها ويبدا يحل المشاكل بتاعتها، وبعدين الناس تشوف كفاءه الحاجه عبد الحليم فتبدا تطلبها من عبد الحليم، عبد الحليم هتصنع لنا، فيبدا يحصل سوق لعبد الحليم فيبدا يطور المنشاه اللي هو عمل. لكن مش العكس. يعني امريكا لما مثلا برعت في انتاج السلاح، برعت ازاي؟ ان احنا بدانا نشوف الافلام ونشوف الواقع بتاع الاسلحه واستخدامها في ارض الواقع فعجبتنا، فبدات الدول كلها تطلب من امريكا، امريكا صنع لنا سلاح وبعت لنا سلاح، فبقت امريكا الدوله الاولى في تصنيع السلاح في العالم. ليه؟ لان هي جربت في نفسها، طلعت منتج كويس، الناس بدات تشوف المنتج الكويس فبدات تطلب. نفس القصه. عشان ادوار يبدا يصنع تربينات لازم يكون عنده ريكويرمنت. حاجه الاولانيه دايما بتجرب في نفسك، انت محتاجها لنفسك فهتبدا تصنع التربين. عبد الحليم جه شاف التربينه بتاعت ادوارد فقال له ادوارد ما تعمل لي تربينه زي اللي انت عملتها لنفسك، فبدا ادوارد يصنع تربينه وهكذا. تمام، شكرا لحضرتك. تسلم يا حبيبي. باشمهندس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس دلوقتي سالت حضرتك على اللي هو ازاي ادخل في مجال البايبنج، طريق البايبنج. تمام، يعني ايه عايز حضرتك تخش مجال البايبنج؟ يعني انا بشتغل بعمل ديزاين على الاوتوكاد بلانس 3 دي، عملت مشروعين يعني، وحاليا شغال برضه في بيان اي دي، بس انا عايز برضه يبقى اللي هو يعني الستاندرد اشتغل فيها الحاجات دي كلها، يعني اكون دارس بقى الحاجات دي، فابداها ازاي؟ يعني حضرتك اوير بانواع الفيتنج وانواع البايبات وانواع الستاندرات اللي احنا بنشتغل عليها؟ هو انا في السايت اعرف مثلا انواع الفالفز انواع الحاجات دي، لكن كستاندر واكواد ما اعرفش فيها. طب كمل بس معانا المحاضرات الجايه وان شاء الله هتفهم البايبنج كلها ان شاء الله. احنا عندنا بس حوالي ثلاث او اربع محاضرات هنشتغلهم المره الجايه قبل ما نخش البايبنج. يعني احنا هنبدا نتجه دلوقتي اتجاه عكسي، بما اننا بدانا نتكلم على البايبات والفلنجات هنبدا نتكلم على الفيتنج المره الجايه كلها ان شاء الله نغطيها، ونبدا نتكلم على الاستاندرات اللي بتغطيها، وهنبدا بقى نروح للسؤال بتاع الباشمهندس اللي سالنا المره اللي فاتت، هو التصميم بيتم ازاي؟ فهنبدا نتكلم عن حاجه اسمها البلوك فلو دايجرام والبروسيس فلو دايجرام، وبعدين البي اند اي دي، وبعدين من البي اند اي دي هنبدا نتعلم على البرنامج ازاي نعمل بي اند اي دي، وبعدين من البي اند اي دي ازاي نتكلم الكلام ده كله للجنرال ارنجمنت دروينج، ونعمل الاكيوبمنتس اللي في البي اند اي دي ونربط ما بينها بالبايبنج، وايه كل الكومبوننتس بتاع البايبنج ان شاء الله هنتعرض لها من اول البايب لغايه السبيكتكل بلايند او الولد وولت او السوكيت او كل الكلام اتعرض ان شاء الله. تمام. طب سؤال تاني يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. الجنرال ارينجمنت هو اللي اوت ولا حاجه تانيه؟ بص يا باشمهندس، هو السؤال بتاعك كومبليكيتد جدا. بص يا سيدي، في اول حاجه عندنا في حاجه اسمها البلوت بلان. البلوت بلان ده يعني بيجي على الاريا كلها ويحط بس حاضر يحط بس كوردينيتس على الاماكن بتاعته، ويبدا يحط لك سيمبلز بس، يعني بلوك كده انه دي والله تانك، ده دايره، ده تانك، ويجيب لك بس سنتر التانك من اي نقطه بعيد عنده ومش عارف ايه، ويحط لك كوردينيتس اللي هي حاجه يا دوبك كده ارينجمنت عاديه خالص. هبوريكم ان شاء الله نموذج ليها للبلاند. في عندنا بقى اللوحه اللي بعدها على طول حاجه اسمها الجنرال ارينجمنت درون. يعني ايه جنرال ارينجمنت درون؟ يعني حاجه بتتركب على حاجه، واحنا جايبين التفاصيل كلها مع بعضها معايا. فانا الجنرال ارينجمنت درون يعني مش عارف. بص، هو انا مش عارف قوي الفرق ما بين الجنرال ارينجمنت درون والبايبنج لاي اوت عشان اكون صريح معاك، لكن احنا كنا بنتعامل معاهم في الموقع لانهم لوحه واحده. ففي بعض الحاجات بيسموها جنرال ارينجمنت درون زي الاستراكشر ستيل او الاستراكشر ستيل كانوا بيسموها جنرال ارينجمنت درون، كانوا في البايبنج بيسموها بايبنج لاي اوت. ليه انا ما اعرفش، بس هو كانت كده بصراحه. وخليني اسالك برضو واقول لك ان شاء الله. تمام، ما بحبش الافتراض. اتفضل يا باشمهندس محمود. اتفضل يا فندم. مهندس محمود سأل. الو
حدش عنده اي اسئله يا شباب؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس كنت اوضح جزء بس بسيط للمهندس ادوار لما كان بيسال على تصميم التربينات والحاجات دي. في الغالب المشكله بيبقى فيها في علم المواد نفسه، فبتبقى الشركات مش محتكراها هي، بس معاها زي ما بيقولوا كده سر الخلطه وسر الصنعه بتاع الريش، عشان بتتعرض لاجهادات عاليه وحرارات عاليه وفي ضغوط عاليه. فممكن كديزاين اي شركه تعمل ديزاين، لكن الميتالورجي نفسها بتاعت الريشه مش كله عند العلم، عنده العلم بتاعها وعنده السيكريت بتاعها. بس وهذا الجزء اللي كنت اوضحه. ربنا يعزك يا دكتور. بصوا يا شباب، انا عايز اقول لكم انه مفيش اي حاجه صعبه في مجال التصنيع بتاعنا، هي الفكره كلها انه يتاح لك امكانيات وانت بتفكر بس وهتعمل كل حاجه، ما تقلقش. يعني بالنسبه للتربينات، في فعلا تقريبا كان في تجربه للتربينه بس ما استحملش وساحت. يعني التصميم كديزاين وكبروفايل للريشه مثلا او للشافت بروفايل دي سهل اي حد يعمل الديزاين بتاعتها، لكن الماتيريال نفسها اللي داخله في بتبقى سباك معقده جدا، فبتبقى النو هاو بتاعتها اللي بيكون عارفها الشركه المصنعه نفسها اللي هتستحمل. مثلا في درجات حراره، في تربينات بتستحمل درجات حراره 1700 درجه مئويه و1200 درجه مئويه و1600 درجه مئويه. بصوا يا شمس محمود، دلوقتي احنا ما بنروحش للصناعه لمجرد صناعه، انت عندك مرحله البروتوتايبنج اللي هو بتعمل نموذج وتحط عليه الاختبارات والكونديشنز بتاعتك كلها بتاعت التربينه الحقيقيه، فبتعمل بروتوتايب تتجرب عليه الميثودولوجي بتاعتك كلها وبتشوف الكوين وركينج كونديشن وتحطها، فانت بتعمل عامل نموذج ب 1000 ب 2000 ب 10000 دولار ولا حاجه، وبتحط الكونديشنز بتاعتك كلها عشان بس تجرب الماتيريال وتجرب المخاطر اللي هتتعرض لها. ففكره ان انا اقول والله لا انا هعمل تربينه وبعدين ابقى اجربها، هي مش كده. احنا ما بنجربش التربينه، انت بتجرب في البروتوتايبنج الاول، تعمل بروتوتايب يعني نموذج صغير اولي كده وتحطه في الكونديشنز بتاعت. حتى الطيارات بنعملها كده، انت بتجرب. شوف حضرتك الار سي بلاند، بص بس على النت هتلاقي القصص دي كلها موجوده. جيت انجنز تركيا امبارح عامله تجربه على جيت انجن، جايبينه بروتوتايب حاجه صغيره كده دمها خفيف، وقعدوا شغالين عليه بتاع 3 4 ساعات بيختبروا كل درجات الحراره وبيرسم بروفايل كامل للديفيشن والالونجيشن والبرفورمانس الديفكتس اللي ظهرت فيه، وبعدين بعد ما يخلص يبدا يعمل استادي كامله عليه وياخد تيست منه ويعمل له امباكت تيست. يعني الحاجات دي كلها اتهرست، يعني ما عادش بنعمل بلع من القوه. والخلاطات اعمل خلاطات زي ما انت عايز، اقعد بقى زود الفانديوم شويه ارفع التيتانيوم شويه. الناس بتوع الميثودولوجي عارفين القضيه دي. ففكره ان احنا نربط الموضوع بان هو سر، لا هو ما فيش حاجه سر في الصناعه دلوقتي. شوف حضرتك بس مثلا التنافس المشهور قدام العالم كله صناعه الاسلحه. فحضرتك دلوقتي مثلا روسيا تنزل طياره، امريكا تنزل طياره احسن منها بعدها بيومين، ده ينزل حاجه، ده ينزل حاجه اعلى منه بعدها بيومين. ليه؟ لانه خلاص هو الموضوع ما عادش سيكريت، المهندسين بيعملوا كل حاجه. تمام. اتفضل يا فندم. لا تمام، بشكر حضرتك. الله يبارك في عمرك. طيب يا باشا ياسين، حد عنده اي سؤال بعد اذنك؟ اي اسئله يا باشا ياسين؟ طيب ربنا يبارك فيكم يا شباب. ان شاء الله المحاضره الجايه خلونا بس هقول لكم كلمتين بصوت كده. احنا المره دي اتعلمنا ازاي ندخل اكيوبمنت، وتعلمنا شفنا بمعنى صح برنامج اوتوكاد اسمه بنتلي اوتوبايك فيزل، وهو بيدخل الفيزل، وان شاء الله لما اجيب لكم البرنامج وتبدا تصدر منه بالسوليد وركس، انت بس هتقعد حاطط رجل على رجل وتتفرج بس البرنامج وهو بيرسم لك بالسوليد وركس، حاجه متعه مفيش بعدها. البرنامج بيصدر لاوتوكاد ولسوليد وركس ولشركه بنتلي، في برنامج كده اسمه مايكروستيشن برضه بيصدر. الحاجه الثانيه ان حضرتك ممكن تخش على موقع اسمه جراب كاد، مش عارف احنا قفلناه ولا لسه. اي حاجه تخطر على بالك موجوده، وناس كتير جدا عملوا لها التصاميم بتاعتها وحطوها. كل اللي مطلوب من حضرتك انك تنزل الايتم اللي انت بتدور عليه اهو، ان انت تنزل الايتم اللي انت بتدور عليه، وبيتفتح معظم الحاجات بيبقى لها سوليد وركس، بيبقى لها تكلا، بيبقى ليها انفنتور، يعني البرامج اللي احنا بنستخدمها كلها يعني معروفه يعني. واوتوكاد بيسحب منهم كلهم، فتقدر تسحب اي حاجه وتحطها. فهنا انا بقول لحضرتك بس ما تضيعش وقت كتير جدا في التفاصيل اللي انت عايز تدخلها.
طبعا انا بوريك فيزل، بس ده بتنطبق عليها اي حاجه يعني. الفيزل هيبقى لها مواصفات فنيه خاصه بالمشروع اللي انت بتعمله وانواع الموزيلات، فلازم انت اللي تكون راسمها، فهنرسمها احنا في برنامج اوتوكاد. لكن اي حاجه بقى تخطر على بالك انت ممكن تسحبها بنفس الطريقه وتعرفها على انها اكيوبمنت وتحطها. هنوريها لك برضه في هنا، لو بحس سوبر دوبلكس ترينر هو حاجات كده بيبقى استنباط وبنحطها. الحاجه الثانيه اللي هو المهندس اسمه هارت انجينير، ده هارد هات انجينير، بصراحه هو عامل سلسله قويه جدا وجميله جدا، اذا حضراتكم تقدروا تتابعوها. هو مغطي تقريبا كل حاجه من اللي احنا بنكلمه وبيشرح فيها تفاصيل كتير جدا، يا ريت حضراتكم تبصوا عليها. وهو مغطي كل حاجه، مغطي كل حاجه، وله فيديوهات وقناه كامله على اليوتيوب ممكن تستفيدوا منها حاجات كتير جدا. البايبنج الوحيده مغطيها في حوالي 4 محاضرات او 5 محاضرات فيديوهات، بطريقه التصنيع بانواعها المختلفه، يمكن مش هنتعرض لها بالتفاصيل دي كلها، لكن الراجل بصراحه مغطيها بطريقه جميله جدا. ان شاء الله هبعت لكم اللينكات دي كلها على الواتساب، ودي القناه بتاعت الراجل برضه هبعتها لكم على الواتساب. قلنا ايه تاني؟ اتعلمنا ازاي نعمل فيرتيكال فيزل ونعمل بلاتفورم راكب على بلاتفورم ونوصل ما بينهم بمونت لادر. ان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا نشتغل على البايبنج كومبوننتس، لان المرحله الجايه هنخش على البايبنج كومبوننتس، وهنرجع لورا كتير جدا ان احنا نبدا ديزاين من اوله، فهنعرف يعني ايه البروسيس فلو شارت، وهنعرف يعني ايه البي اند اي دي او البروسيس اند انسترومنتيشن دايجرام. وقبل ما نخش في البايبنج، لانه اول سؤال هتساله له اول ما ابدا معاك بايبنج، يا باشمهندس هو انت ليه عملت البايب من المكان الفلاني للمكان الفلاني؟ فلازم ارد عليك، انا مش هفتكس يعني. فعشان ارد عليك لازم نكون اتعرضنا لحاجه اسمها البي اند اي دي، وحاجه اسمها البلوك فلو شارت اللي هو بدايه التصنيع وبدايه التصميم نفسه. انا اتاخرت في البي اند اي دي المسافه دي كلها ليه؟ لان كان يهمني جدا ان انت تبقى عارف يعني ايه كيوبنتس، ان انت تبقى عارف يعني ايه بايبنج فيتنجز اللي احنا هنتعرض لها المره الجايه، عشان لما نيجي نرسم بي اند اي دي اول حاجه هحط لك الاكيوبمنت ده سيمبل، حتى ما نحطش عليه نوزلز، نوزلز بتحط حاجه سيمبل خالص كده. هو دي حاجه دماغ خفيف كده يعني صغيره خالص. فالباقي كلاته شغل بايبنج، وان انت تعمل ريدكشن للبايب، وان انت تحط فالف بالسبيكس بتاعته، او تحط سبيكتكل بلايند، او حاجه اسمها كلاس تشينج. فالكلام ده كلاته مش هتبقى حضرتك اوير بيه الا اذا كنت خبره، او على الاقل شفت الكلام ده جرافيكال، ان انت شفت كيوبمنت زي اللي احنا شفناها دي، شفت تانك زي اللي احنا شفناه. فان شاء الله من المحاضره الجايه هنبدا نتعرض للبايبنج كومبوننتس باستخدام برنامج بايب داتا، اللي ما نزلوش في شباب ينزلوا يبدا يبص عليه، وهنتعرض لكل التفاصيل اللي حضرتك شايفها دي، ونتعرض لانواع الفلانجات بتفاصيلها، و هعرف حضرتك السبيكس المختلفه اللي احنا بنغطيها اللي هو الازم ستاندرز، والسبيكس الثانيه اللي بنغطيها اللي هي الاستيم ستاندرز. وان شاء الله هنخش في التفاصيل دي ان شاء الله المحاضره الجايه. اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه، واللي عنده اي مشاكل يا شباب ان شاء الله في اول المحاضره الجايه يسرها لي بس وانا معاه.